مرحبا بالتوانسة الكل اللي قاعدين يتابعوا في القناة الوطنية الأولى أو في برنامج عائلتي بالدنيا. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نتناولوا برشا فقرات وبرشا مواضيع في البلاتو متاعنا. عنا الديكور، عنا البوز، عنا دقيقة للأمهات، موضة وأكسسوارات، عنا برشا مواضيع. اليوم نتناولوا اضطرابات السلوك لدى الأطفال مع دكتور مهيار حربي، وموضوعنا الرئيسي نتحدث اليوم على العائلة المركبة. علاش الوالدين بعد الانفصال يخافوا نوعا ما انهم يعاودوا حياتهم من جديد؟ انتم باش تتواصلوا معنا تتواصلوا على الصفحه الرسميه لبرنامج عائلتي بالدنيا اسباس فامي، تلقاونا زاده بالانستغرام اسباس فامي، تلقاونا على تويتر على هاشتاغ اسباس بوان فامي، وبالايميل اسباس فامي 2@gmail.com. تتفاعلوا معنا، شكرا لتفاعلاتكم منذ البدايه. نحب نقول وصلتنا برشا ايميلات وبرشا رسائل سعداء جدا بتلقيها كل يوم. اليوم ان شاء الله تلقاو الصور نتاع ابنائكم اللي باش يشاركوا في ميس اند مستر عائلتي بالدنيا، واللي الاعلان عليهم باش يكون نهار الخميس الفائز معانا بالطبيعه. رحبوا في البدايه بهيكول. صباح النور هيكل. صباح النور. ديما كيبدا بحضنا، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم. ديما كيبدا بحضنا الدكتور مهيار، تكثر الحكايات في الكواليس، واكيد اليوم عندكم برشا ان شاء الله فقرات في انتظار الناس الكل. بدايه معايا ان شاء الله باش نلقاهم من خلال فيديوهات البوز والوعد اللي وعدتكم به خلال العطله، وبعد ان شاء الله عندنا عديد الفقرات خاصه فقره الحمايه وعائلتي في امان اللي فيها موضوع يظهر لي يهم برشا عائلات موجودين يتابعوا في برنامج عائلتي بالدنيا. مرحبا بكم الناس الكل. بيلو لبنى السريعة تجيكم بالجديد كالعادة، أكسسوارات اليوم وموضة. أهلا وسهلا لبنى. بيلو بيلو باهي باهي، عجبتني كمان خير من لبنى السريعة والمشاكسة. بيلو نحكيو اليوم على أبواب 2016، باش نودعوا عام ونستقبلوا عام جديد، باش نحكيو على كيفاش نخرجوا مزيانات ليلة راس العام، وكنا ماناش باش نحتفلوا بليلة راس العام في شتاء 2016، شنو نلبسوا باش نبداو إن نتبعوا لبنى في دقيقة للأمهات لليوم. دكتور مهيار حربي، مرحبا دكتور في ألو دكتور لليوم. التحق بنا في الكرونيك، نتحدث اليوم على اضطرابات السلوك لدى الأطفال. نتحدث برشا محتويات في الفقرة هذه بالذات. احنا طرحنا الموضوع على الصفحة متاعنا، انتم تنجموا تبعثوا رسائلكم باش نجموا نقراهم في المباشر. نبداو مع هيكل في البوز دي جو والفيديوهات اللي عملت البوز. مرحبا بكم في البوز دو جور. اليوم كما عودناكم في خلال العطله اخترنا باش كل يوم يكونوا عندنا على الاقل زوز فيديوهات من كرتون الزمن الجميل، واليوم اللي اخترناهم اخترت لكم زوز عناوين يظهر لي برشا صغيرات ولا برشا كبار توا عاشوا مع الاغاني هذم مع الجينيريكات هذم، وبالنسبه لهم كانوا يعنيوا برشا حاجات، كانوا ينحيوا كل شيء من قدامهم اللي وراهم واللي قدامهم، تقف الحياه بالنسبه لهم باش تبدا حياه اللي عايشها جديده مع الرسوم المتحركه. الكرتون اللي اخترناه الاولاني هو كرتون، تذكروا جرين دايزر؟ جرين دايزر جرين دايزر جرين دايزر تذكرهم الكلين. قدرت على الجيل الذهبي. فطوم يظهر لي عاشت طفولتها بالكامل. نمشيو لجرين دايزر. قاعدين نعمل فرجة صور متحركة. نمشيو لأغنية جينيريك البداية مع جرين دايزر. جميلا والحق المنيع، هاكا كلمات كنا نحكيوها انا والدكتور مهيار حتى في بعد الكابتن ماجد وسالي وكابول بداوا الروبوات يتحركوا. بداوا الروبوات، لكن يظهر لي كما حكى الدكتور في الكواليس، يظهر لي حتى كتاب القصص هذا كان الرسوم المتحركه في شكل من اشكال التصعيد، كانوا يعبروا على مأساة
هما يعيشوا هرب ما في بلدانهم، ويظهر لي كليلة ودمنا هذه بصياغ أخرى، يعني كانوا يعني عن بروجيكسيون ولا تصدير المشاكل اللي يعيشوا فيهم من خلال الرسوم المتحركة، لكن نحن كنا نستقبلوها برشا عفوية، وكنا المعاني اللي فيها اللي كانت معاني نبيلة ومعاني قيم كونية كبيرة تتحدث قيم كونية تتحدث على الإنسان بالهاش الكبيرة هكا، يعني الإنسان في دبلجو دبلجو في بلدان عربية الأردن عندهم عنده 30 سنة سوريا والأردن وكل معناتها الناس شو 30 سنة التالي لكن ما قدموش ما شو أفكارهم معناتها كانت هايلة الكلمات هايلة هايلة فريمون هايلة نبيلة جدا أفكار ما تقيم قوية ما تكونية الحرية العدالة ما نجمش نقارن شنو يتعدى تو خاطر مانيش قاعده نتبع في الصور المتحركه. لا ثم كرتون تو ثم انواع من الكرتون اللي هي جيده، وهو راه كل جيل ربما بعد 30 سنه باش يحكيوا على الكرتون نتاعهم على اساس اللي هو كرتون زمن الزمن الجميل كما احنا نحكيوا توا. في النهايه كل واحد باش يعيش حياته بالطريقه اللي راها هي الامثل، وهذا هو صراع الاجيال تقريبا مبني على التضارب هذا، كل جيل يتصور روحه اللي هو عاش في عهد ذهبي واللي بعده ما يعرفش معاني الحياه، تقريبا هذه المفارقات اللي يصير فيها، لكن الاهم ان نعيش حياتنا بالكامل في كل لحظه نعيشها، يلزمنا نتمعنوا في اللحظات ما نخليش حياتنا تتعدى سبه لا او ككل. سقراط يتكلم. نعم عنده الحق. على الاقل دكتور مهيار موافقني دكتور. الطفوله معناتها الادوليسونس معناتها المراهقه افون الجونيس افون بعد كيفاش يقولوها معناتها لو كوت فودغ ولامور دو لا في افون بعد الحياه افون بعد دكتور هاني ما نذكر حتى شيء انا من هذوما شنو هو المشكل هو يظهر لي العباد اللي ما يماركيوش الفترات نتاع حياتهم يعيشوا اكثر سلام، لانه هي. في العاده شو معناها سن المراهق؟ هو فتره وسيطه ما بين زوز مراحل، كان يعيش في مرحله طفوله باش يحس اللي هو بدا يكبر، المرحله انه يقبل الوضعيتين هي باش تخلي اضطراب، ما بعرفش سي كريز دو لا كورونتين ولا دو سانكونتين عند بين الراجل والمراه، علاش؟ لانه يعني باش ينطلق من فتره اخرى الى مرحله ربما يحس روحه اللي هو كبر وبدا يستقيل. اللي يتذكر المراحل الكل. اللي يتذكر المراحل الكل يبدا يمر، يظهر لي تكون فيها الارتيكولاسيون اصعب. تروا بوان. اي مازال ما نعرفوش يلزمك تحديد سكانير كامل. ايش الفيديو الثاني هيكون؟ الفيديو الثاني تتحدث على كاليميرو، كتذكروا كاليميرو شخصيه اللي حكايتنا يظهر لي عشنا معها برشا مغامرات وبرشا طرف، الشخص اللي كان يحمل القبعه نتاعو اللي تولد بها من البدايه وكان يظهر لي حماته حياته كامله. كاليميرو شاهدوا جينيريك بدايه كاليميرو. كاليميرو من الجيل الذهبي الحقيقة الجيل الذهبي نتذكرهم الكل هذا بالحق لأنه من الأغاني هذا كما سبق وقلت اللي كنا نعيش معاهم برشا طفولة، وبالنسبة لنا يتوقف الزمن وقت نسمعوا جيني كذا في الدار من الديار، حتى اللي كان عنده حاجة يعمل فيها ولا كان في الشارع ولا كان يلعب ولا كان يعمل يعني حاجة. النكهة البنينة هذيك نتاع الصور المتحركة ما عادش موجودة. لا موجودة قلت لك موجودة عند الجيل هذا، عند الجيل ربما الجيل هذا يحسها، أما يظهر لي بنش بنفس التعب لأنه فترة من الفترات عشنا ما كانش عندنا الزخم هذا من القنوات، كانت عندنا قناة الوطنية اللي كانت أتيتا وقتها يظهر لي، وكان عندنا في فترة أخرى يظهر لي ريونو وشندو بعد 21 نحكي على الفترة على الأقل الصغيرة الأولى،
ما كانش ثم بالنسبه ليه هذيك هي الفسحه الوحيده اللي يمشي ويدخل بها بوابته السحريه. هل في خضم الزخم هذايا من القنوات التلفزيونيه الموجوده يضيع المشاهد؟ مش يضيع، يولي عنده اكثر فرضيه الاختيار. اليوم نلقاو اللي قنوات كامله من الصباح لليل، وهي بالنسبه مخصصه للاطفال، يعني الصغير ما عادش بالنسبه ليه مقتصر على فتره معينه، بالنسبه ليه الوقت الكل ينجم يكون الزمن ليه، يكفي انه عائلته تقرر تقول توا باش يتفرج في الكرتون وتعطيه القناه المخصصه. هو بالعكس حتى في القنوات هذم ثم تعددية، يعني ثم اختيارات من يعني كل الاصناف العمريه تقريبا. وهيك نتذكر قبل اللي بالنسبه لي في جيلي ما نعرفش كيفاش قريت، وكنا نقراو مثلا الصباح ونروح ونرتاحوا ونرجعوا العشيه، مش كيف تويك يا صباح يا عشيه. دونك الخمسه للستة هذيك كفترة الراحة يخليونا والدينا اللي احنا باش نتفرجوا، اون بلوس كان عندنا المجال ان نلعبوا. للاسف توا برطمانات وما عادش فما السباس انهم يلعبوا، كنا نستغلوا برشا اوقات اللعب برا مع الصحاب. يمكن على ذلك انا مانيش متبعتكم برشا، ما تفرجتش برشا. ما نسالك على افتح يا سمسم. هاي افتح يا سمسم هو الخطر قاعد توا يبث في الوطنية الثانية، يعني توا قاعد موجود، ينجموا الصغار يتفرجوا في افتح يا سمسم. وما فيها باس، ديما ننصح الأولياء باش يتفرجوا مع صغارهم في الكرتون، راهو مهمة ياسر، مش نقولوا راهو صغار هاكا يتفرج في قناة اللي هي مخصصة للكرتون ولا غيره، وبالنسبة لنا تحسم الأمر وحالة عادية، لأنه في عديد الأحيان شخصيا شفت حتى تجربة وشفت عديد الكرتونات كي تتعمق فيهم مش مخصصين للأطفال حتى تعرف، وحتى كان هما مخصصين للأطفال راهو أطفال من ثقافة أخرى، من شعوب أخرى، مش الثقافة اللي نحن نحبوها ولا الثقافة اللي نتبعها باش نحبوها. يلزم الولي يكون على الأقل هو الرقيب الأول. صغيرك عمره عام ولا عام ونص يتفرج على طيور الجنة، سيت اون ديستركسيون دو، لازمش تكون موجودة فيها وفيها. أنا فيها وفيها شيء. فهمت. يعني مش فما دكتور دراسات صارت من عرش أوفيسيال وإلا لا رسمية أنه القنوات هذية بك الإفي اللي تعاود نفس الأغاني نفس ديما نهار كامل، اللي احنا بيدنا وقت اللي ولادنا صغار خاصة يحطوهم عمر عام ونص عامين. يا ودي ثقافة أخرى. هذاك هو ثقافة أخرى. هو يظهر لي هي لبنى تتحدث على مسألة اللي عندهم طيف التوحد. الصغار اللي يقولوا عندهم طيف التوحد عندهم تندونس ان القنوات هذم اللي يكون عندهم ريتم يعني بالنسبه لي فيه تكرار ينجم ربما يعطيهم خاصه هم عندهم الارضيه. معلش هي بعض الدراسات ما نجموش نحسبوا ما نعرفوش رسميه ولا لا حقيقه ولا لا. المهم مش التوحد، طيف التوحد، طيف التوحد اي مش التوحد، لانه ثم فيه انواع ونحن سبق وكان عندنا في حلقه يظهر لي كامله في برنامج عائلتي بالدنيا في السنه الفارته يخص موضوع التوحد، اليوم ولا من المسائل الكبار اللي موجودين في العائلات. صحيح ما كانش قبل يتم التشخيص بالصفه هذه، وكان ثم اشخاص يعتبروا اللي صغيراتهم بالنسبه لهم متخلف ذهنيا، في حين انه هو ثم فرضيات انه يتصلح على الاقل وثم امكانيه للتدرج في العلاج. نمشي للفيديو الثالث باش ما نطولش عليكم. الفيديو الثالث باش نمشي بكم عالم طريف واحد اخر. برشا امهات يبداوا يعانيوا في الاشغال المنزليه، وبالنسبه لهم خاصه اكثر حاجه تقلق النساء في الاشغال المنزليه شنو هي؟ اشغال المنزليه الحاجات اللي تعملهم في الدار. تنظيم. تنظيم اصعب حاجه. تنظيم معناتها كل حاجه شاده بلاصتها. انتوكا الفيديو اللي اخترت لكم مثال تهم مشكله لبنى اكثر، شاهدوا المعينه المنزليه من نوعها شدت. شوف تنظيف كيفاش باش يخرج لي المعول يا هيكل بالطريقه هذه. هذه طريقه تنظيف الاواني الجديده. شوفوا الدكتور كيفاش يستبسل في التنظيف حتى كي نقلبوا. هذا طبعا دون الاستغناء على دورها كأم او كصغيره في القناه. ولاو ديما لم تقاسم اي حتى في هذه المرحله الاخيره عندك باش تنظف وتغسل بالماء نظيف. ماشي رشاشه ماشي رشاشه. لا بقلب وربه كتنظيف. اما صحيا ما نعرفش الدكتور باش تكون الامور منظمه ولا لا. لا هكا مسكينه جهده ثانيه ترضع صغيره فوق. لا صحيا معناها على الماء. لا لا سون بروبليم. مياه حيه. لا مياه حيه. لا لا. نمشيو بعد الفيديو هذه اللي يظهر لي تعاون برشا امهات كان ينتدبوها بالشتاء. بالشتاء. نمشيو الفيديو شخصيا عجبتني على جميع الاصعده.
ونتمنى نهار اذا كان راه الفيديو هذه موجوده في الوطن العربي مش بالضروره في تونس كاو يظهر لي نتهنى على الشعوب العربيه. ترى نشوفوا شاهدوا الفيديو وشاهدوا التنسيق هذا بين الاطفال. هو بغض النظر على اللغة شفتوا تفسر لي هيك شوفوا التنسيق شوفوا العمر شوفوا الانفعال والتفاعل مع الصوت مع الموسيقى مع العرض المرادفات هذا من الكل كان شوفوا الطفل في العمر هذا ينجم ينسق يعيش في مجموعة متمكن من الآلة متمكن من العرض متمكن من الجمهور متمكن من الفضاء شو تستنى شو تطلب أكثر إذا كان الشخص في العمر طفل ركز على كلمة طفل في العمر هذا عنده المهارات هذا من الكل يعيش في مجموعة يتناسق يثق في الآخر لأنه في الأعمال الجماعية بشكل عام شو معناه أنك تبدع في وسط مجموعة أن عندك ثقة في زميلك اللي هو باش يكون سند ليك واللي هو يعرف مليح زاد العرض وعندك ثقة فيه لأنه مش كما العرض اللي هو انفرادي في النهاية التحدي الكل هو مهارتك لكن التحدي وقت يكون في مجموعة صنف آخر من التحديات والثقافة ثقافة كبيرة وديما احنا نتحدثوا على العائلة اللي هي النواة الأساس أكيد مش مدارس أكاديمية هي اللي علمتهم أكيد من النشأة نتاعهم من اللي يتولدوا من اللي يتخلقوا في كروش أماتهم تبدأ عندهم الحس نتاع الانضباط المجتمع هذايا الياباني نعرفش نجمش نحسم اما ما نتصورش اللي مولودين يعني هكاك لانه حتى صغارنا مولودين عندهم الكفاءه والبرع يكفي انك تحطهم في الاطر الصحيحه الفتره هيك دكتور حربي ايش رايك الفتره ما نعرفش نتصور الصغار الكل بالفتره حتى من منطق العداله الانسانيه تولد الكل تقريبا نفس الكفاءات لكن ثم شكون يطور المهارات وثم شكون يحفر فيهم وثم شكون لا بس فما لي يطور المهارات اكيد هي. اما مش مساله فطريه يعني مش انستان يعني ولا غريزه كهو خاطر والديهم هكا لا يفو سافور لي ديتكتي لا لا فما شنو معناتها الابداع معناتها الابداع ما باش تاخذ 100 صغير فما واحد يبدا مبدع ما تنجمش 100 حتى لو كان تعطيهم لو كادر تعطيهم كل باش تعمل منهم مثلا ممثلين باهين ولا موسيقيين باهين ماهوش مبدع معناتها مبدع لا داكورد معناتها ما موزار ولا بيتوفن معناتها كيف عمل السافون نتاعو 5 سنين ما يسمعش مليح ولا ما يراش مليح ماهوش الكل وقتها كانت قاسيه الامور في اوروبا وقتها وكل معناتها هذاك الابداع موهبه الالهيه هو دكتور مي فو سافوار لا ديتكتي
على مسألة يقولوا الفرق يسميه بين الجماع والنقاش. يعني ثم شخص يجمع المعلومات والمعارف ويكون أكاديمي مثلا في النهاية مجرد حامل للمعرفة، وثم النقاش اللي هو يبدع صحيح ويخرج يصنع تقريبا من عدم وجود. اللي ريت هذوما أنت ما ريت الزبدة داكورد، ريت الزبدة اش معناتها الزبدة؟ هما مليار نخبة فوالا، معناتها هما مليار و400 دونك عندهم تقريب ما نعرفش نشوفوا لكم 3 مليون ديكول هكا فهمني، من كل واحد باش يخرج مبدع لموهم مع بعضهم عملوا هكا، وهذه عملوا بها تلميع نظام ديكتاتوري. رد بالك هما يسون انا معناتها نعمل هكا قدامهم صغيرات، اما اللي يستعملوهم النظام تاعهم يستعملوهم باش يلمع صورته، ما هو كان نظام ديكتاتوري في الشين ولا في فهمت الوجه الاخر لل الوجه الاخر للعمل. نحن انتو كان اللي نحلم به كل واحد وتحليله اكيد لا نحلم به. قلت لك تعمل هكا للصغيرات هذوما ما شيء هو طبيعه ثقافه ولا علمهم ولا لي زون كادري سي مانيفيك. انه ثم ثقافات اللي تتمن بالمجموعه وثم ثقافات تتمن بالفردانيه، هو النموذج هذا من مجموعه الثقافات. لا نحن يظهر لي الوسيطة لا أنا يظهر لي مش وراثي، أنت قلت فاطمة وراثي، يظهر لي مش وراثي، ولكن نشوف الأوروبيين كيفاش يسنسوا صغارهم. يعني يقول لك من الصغر كيف ما أنت ديما تحكي على تنظيم النوم، تنظيم وقت الترهيد، وقت الموسيقى، يدخلوهم يؤمنوا لهم الصغر الصغير لازم تكون عنده موهبة. معناها أنا نتصور بالضربة كلمتك أنت هيك نسرق لك كلمتك الضربة، وأنه معناها يأمنوا بالصغير. احنا ما نعرفش وقت اللي الصغير يقول كلمة خايبة مثلا تي ميسيلش يا فرحوا ساعات كي بدا يقول هكا مازال بدا يكبر ويتعلم يحكي يعمل حاجه خايبه، تي مازال صغير تو يكبر تو يتعلم، هما كل شيء محسوب بالحساب. علاش قلت لك بالفطره؟ كل واحد يشد في كلمته. نمشي ونواصل مازال فيديو. لا اربعه. لا. شكرا لك. تحياتي معاك حلوين الفيديو معناتها مازلنا نستناو. ميرسي شكرا لك. كان عارف اللي فاطمه زاد بعثت لي برشا فيديوهات مش من باب السنسره، لا مش من باب السنسره، من باب حلوين. بعد السلامه. ميسي وقت اللي تحب هيك عادي الفيديوهات اللي انت تختارهم بالطبيعة. نمشي ونواصلوا معكم هاشتاج هيكل. إذا كنتم زادة تحبوا تبعثوا فيديوهات الهيكل تحبوهم تعديوا معنا في عائلتي بالدنيا صورة اليوم مع لبنى. لبنى شنو اخترت لنا كصورة عاملة البوس؟ بعد ما حكينا البارح على مهرجان الواحات بتوزر ونسلم زادة على أهالي دوز وقبلي كيف اللي يقولوا اللي هما عندهم كيف أنشطة داخلة في إطار زادة المهرجان، نقعدوا ديما في الجنوب مع عاصمة الجنوب التونسي صفاقس. وين كذب أهالي صفاقس المقولة اللي حكينا عليها المرة الأخرى حول علاقة التونسي بالمطالعة وبالكتاب؟ توجه الصفاقسية قدام المكتبة العمومية في صفوف يستناو في دورهم أنهم يدخلوا المكتبة العمومية، حتى أنه الفيسبوكرز علقوا قالوا ماناش قدام حانوت فريكاسي ولا قدام حانوت لبلادي، احنا قدام المكتبة العمومية. نشوفوا الصورة اللي عملت الباز في الفيسبوك. كان زميلنا سامي زمالي قربنا شوية صورة ونشوفوا الصفة اللي قدام المكتبة العمومية. البعض قال انه هذه ظرفيه بمناسبه العطله المدرسيه، انه العباد تشد الصف قدام المكتبه العموميه، والبعض حي نيجاتيف والبعض حي نيجاتيف كوتي بوزيتيف، والبعض حي الصفاقسيه. وبعض اهالي قرقنه قالوا انه فما مشروع مثلا في قرقنه المكتبه العائمه في انتظار انه يتحول المشروع هذايا الى حقيقه. قولونا انتم في العطله تمشيوا للمكاتب العموميه، وهل ما زالت عادة المكتبة العمومية كيف ما تربينا احنا صغار وقت اللي نمشي ونقراو بيبليوتيك غوز وبيبليوتيك فيرت؟ كانت تذكروها معنا، كانت بالحق تفرهيدة ونوع اخر من اكتشاف. ما نعرفش مازال موجود والا ليه صغار مازالوا يمشيوا المكتبة العمومية. انتو كان في تونس ولاية اريانا نشوفهم كل يوم صغار قدام المكتبة العمومية ينتظروا دورهم للدخول الى المكاتب العمومية. ان شاء الله موضوعنا طرحوها اكثر. التعليق السلبيه شنو قالوا؟ علاش سلبيه؟ لا ما شوفوا معناتها هل انه لا ما نحبش نقرا سلبي. لا حبيتك تقول سكان مدينه صفاقس اهالي. اهالي اي ولا سكان ما مش صفاقس. اهالي قلت اهالي ولا سويسه ولا كيفي عليه في صفاقس باش تلقى الجيبسي، باش تلقى سيدي بوزيد، باش تلقى من ساقيه الداير، من سادات، من قرقنه، من تونس الكل. نحييهم على الإطار لما فيه هالي صفاقس اللي مشاو يعطيهم الصحة.
اهالي سفيق صحيه الى اهالي سفيق كما يقول الدكتور. بالطبيعه في البلدان الكل ساكنين في سفيق، ولايات الجمهوريه التوانسه ساكنين في تونس، التوانسه ساكنين في الكاف، والتوانسه اللي ساكنين في سوسه. نحيي التوانسه اللي ساكنين في سفيق على هذه المبادره وعلى هذا التشجيع، خاصه انه الارقام كيف ما حكينا فاطمه المره الاخرى تدل انه علاقه التونسي مش ديما كيف ما يلزم مع الكتاب ومع المطالعه. هذه هي صوره الفيسبوك اليوم. شكرا لك لبنى، يعطيك صحة. نمشيو احنا نواصلوا معاكم فقرة الو دكتور لليوم، نتحدثوا على اضطرابات السلوك عند الأطفال، شنو نقصدوا بها، شنو نعنيوا بها، شنو الاضطرابات، الأسباب والعلاج مع دكتور حلبي. نبداو بالأسئلة ولا نبداو بالموضوع الرئيسي؟ نبداو بالأسئلة نجاوبوهم خاطر ماذا بهم يلقاو جواب. صابرينا تقول بربي نحب نسأل الدكتور حربي، ولدي عمل فاكسان 6 شهور، تنفخت ساقه وليت كعبورة كبيرة ويابسة، ما توجعوش جملة، وتوا عمره 10 شهور لتوا لا تنحط. ولا ما تسالش راهو معناتها هذه حاجة معروفة تصير، معناتها ما عندها حتى أهمية، بشوي بشوي تمشي على روح. باهي سوسن بنتها تقريب 4 شهور ترضع طبيعي، بدنها الكل أحمر من اللي عمرها 3 شهور، بدا شوية شوية وبعد انتشر في بدنها الكل، هزتها البيدياتر قال لها عندها حساسية، عطاها اون كريم، دونك توا تقريب شهر ما حبتش يتنحى من كرشها الحمورية. تحب تعرف هل هي حساسية فعلا، ومنين تجي الحساسية، ووقتاش نجم تتنحى؟ ما وصفتهاش بالقدام، حمورية اسكو حرشة مش حرشة، تنجم تكون الكزيمة. الكزيمة هذه حاجة عادية عند طفل في عمرها، هي اش معناتها عادية؟ تقريبا 17% من الصغار ينجموا يديفلوب الكزيمة، ما لهم ما عندوش علاقة بحساسية معينة، فهمني؟ هو متحضر الصغير هذاك، جلده متحضر باش تعمل الكزيمة هذايا، اللي هو يزول بالوقت، يزول بالوقت. لكن اذا باش تقول حساسيه هكا دائما تمشي وتجي والا سطحيه مش حرشه والكل، بذولي تعاود تهزها للبيدياتر يشوف بتاترك الصابون اللي تغسل به الحوايج نتاعها ماهوش يعملها في حساسيه، ما تحوش دخلني ملابس ولا تنجم تكون اون كونتاكت مع حاجه، تنجم تكون اللي تغسلها به البرودوي اللي تغسلها به الحمرا يعملها في الكنول، هذيك تكون سطحيه حمراء تحكها شويه. هو دو بريفيرونس اللي يلقى عند صغير حساسيه في بدنه، شنو لي برودوي اللي لازم يستعملهم معناتها؟ فما تو دي برودوي كي سون انيرت، معناتها ما عندهمش ما غير هكا ما غير هكا ما نجمش نسميهم، ما عندهمش الاشهار، يقول لك غير بارابين ما غير واحد ولا شيء، الصابون الاخضر هايل برشا معناتها نتاعنا، والملابس سيرتو نغسلهم مش دي برودوي بارفيمي ولا حاجه، معناتها برودوي ناتوريل نغسلو بيه، وسيرتو نشلو مليح، يبدا البرودوي قبل ما ننشروه يبدا يكون فريمون تنحى منه اللي غسلنا به الكل. فاطمه فما لينا لو جايين ديما تسالني وتقول اسال الدكتور، تحب تبلغ لك نوع المشكله اللي يعاني منها صغيرها بالفرنسي، قالت لي تو يفهمك اكثر، وهو ديستروفي مسكولير كونجينيتال. كما قلت هي تقلقتني مرضى تقلق شويه، معناتها هو شنو بالعربي دكتور؟ مشكل معناتها تصلب في العضله، العضله ما تنموش مليح، ما تنموش مليح، وهذا مرض جيني نتخلقوا به 100% عندها علاقه بزوجها، يكون فما علاقه زوج قرابه، قرابه كبيره موجود في تونس. يقلق من الصغير معناتها لي مسكل نتاعو معناتها مش باهيين، من لاباس برودكت ربي. شنو تنجم تعمل؟ فما دويات؟ في علاج طبيعي، فما فما يعني فما لهوه كثير الصغير ولا لا؟ لا لا، النمو نتاعو ينجم يكون عندي في لي مسكل، معناتها تطور المسكل نتاعو، الجهاز العضلي نتاعو. هايبر اكتيفيتي دكتور، الحركيه المفرطه باش نحكيو عليها في الموضوع الحصه. دكتور فما ايبيديمي نتاع كونجونكتيفيت، بعض الامهات يسالوا على صغيراتهم اسكو تنجم تقلقهم ولا لا، عند موجود عند الكبار ويخافوا على صغارهم كي على العدوى. نو ما تخافوش، ما فماش ايبيديمي هكا تو، معناتها منتشرة انتيكري. لا لا، فما ماشي بصفه معناتها كبيره فهمت، معناتها لوكال باهي. صغير عمره 6 شهور، خديجه وقتاش توكلوا الغله نيه؟
هو الغلا ماذا بينا ديما انايا مش وقتاش مش طايبه لا خاطر تفقد ما تنرحيوها ما تطيبهاش خير ماذا بتفقد فيتاميناتها الكل كي تطيبها يقعد كان فيها السكر والبروتين او كي تبدا غله نيه فريشكه تعطي مفعولها كامل وهذاك اش حاجتنا احنا عند الصغير والغلال الكل راهي ماهيش محرمه عند الصغار من الفخاز للكيوي اللي تحبوا انتم معناتها الصغير يتنفس بالسيف وديما يشخر ثلاثة شهور يشخر ما يتنفس بالسيف معناتها مش تو من لولو يتنفس تحسه هي يتنفس بالسيف هنا حكايه الشخير عند الصغار ديما نقول لهم راهو الصغير كي يتنفس يعمل حس كونتريرمون على الادولت خاطر ما يتنفس كان بخشمه ما عادش نفس فمه وربي سبحانه يبدا يخلق معنا لحمات في الانف لحمات في الانف هذوكم كي الفلتر معناتها يزيد يضيقوا الهواء دونك يتعدى الهواء يعمل حس فهمتني على ساعة صغير أكثر من صغير يولي يحس كبير برشا احنا خاطر ديما نقيسوا على رواحنا الكهول يظهر لنا كان احنا خشمنا يعمل في الحس هذاك معناتها نغفقوا ما عادش نجمد نفسه هاكو الصغير يبدا يراقد لاباس ياكل لاباس وهو نفس نتاعو يعمل حس دونك حاجة مش حاجة عادية باهي صغير ديما المجرى نتاع عينيه مسكر ديما بال هذايا هو نتخلقوا به هو المجرى هو مجرى خيالي ماهوش مجرى بالحق معناتها مش هو العين تدمع معناتها 24 عندنا كانال لاكريمال يهبط للاذن من للخشم منفذ ثلاث هو التقاء ثلاثة عظم معناتها ثلاثة عظمات هذوما الالتقاء نتاعهم يخلي كي الثقب معناتها هذاك اللي يعدي المجرى ساعة لساعة يبدا ضويق دونك شو لازمنا نعمل؟ لازمنا ديما نغسلوا العين ونجيو في الكوان دولوي هنا نبدا نلقاو كي الحمصة هنا دونك نقيسوا على أرواحنا الكل نلقاو الساك لاكريمال هذاك ماذا بينا ديما نمزدوه ثلاثة مرات في النار عند الصغير حتى نحسوه فرغ داكورد وداك تمسد برشا يخرج الوساخ الكل ومن بعد تغسل العين دونك وديما الخشم يبدا نظيف باش المسلك يكون عنده ما يتسدش معناها بالحكم العمر وقت الصغير باش يكبر راسه باش يكبر اكل العظمات باش يكبر هو يساعد بطبيعته يولي يعدي هذا تقريبا في 95-99% من الحالات فما حالات اللي هما يولي صغير يمرض على بعضه يمرض على بعضه على بعضه ويكبر حتى ل 12 يعني 9-10 شهور يظل يلزمه يمشي للطبيب تاع العينين باش يسرح حلو يعني عمليه بسيطه معناتها نكبروا فيه شويه هذاك باش يولي يعدي برميا بالوكا واضح نمشيو لموضوع الحصه الرئيسي شكرا لك دكتور حربي اضطرابات السلوك عند الاطفال هل من بينهم نجموا نتحطوا شنو بالضبط معناتها كيفاش نصنفوهم انا باش نحصرهم بالشيء اللي قلق السيد سيد النظاره معناتها هو الشيء المتواجد اكثر اما هما معناتها الاضطرابات السلوكيه اول حاجه ما نحكيوش على الاضطرابات الناتجين على التخلف الذهني الامراض الكل اللي تعطي التخلف الذهني هذوكم بالسيف الصغار معناتها عندهم اضطراب في السلوك دونك مش هذا اللي نحكيو عليه نحكيو على اطفال اسوياء فوالا باش نتعرضوا في خلال تربيتنا ليهم من الحاجه اللي هي ما تشبهش للصغار الاخرين داكور فيسا وكما قال هيك البكري عملنا حصة كاملة على التوحد وهيك البكري عجبني معناتها خليته كمل على خاطر هو وصف التوحد هيك التوحد هو صغير التواصل معناتها ليزوتي معناتها أدوات التواصل نتاعو مع المجتمع نتاعنا ما هو مش كيف ما هوش طفل متخلف ذهنيا نفهموا هذه اون فوا بور تو ما هوش معناتها داير التشخيصات اللي تنجم تصورها في مخ كل تتعملهم له عنده مخ سليم مخ يعدي بالكدا يستوعب بالكدا لكن التواصل ما عندوش ما عندناش فرد نغم معناتها احنا بالكاس نعيطوا له كاس ونشدوه عنده هو ما نعرفش شنو يعيط هو ماهوش يسميه داكوردو هذا هو التوحد داكوردو التوحد يلزمنا نفيقوا به بكري علاش نفيقوا به بكري؟ خاطر يلزم توا تطور الاساليب تاع مش العلاج هو الاساليب اللي تخلينا نفهمه ويفهمنا يتواصل ونشوفوا موهبته وين وننميوها ونرقيوها داكوردو باه علاش
على خاطر مسكين هالطفل فاهم مسكين عائلته مسكين هو جنسيغا هو يتبيت خوغو ما نعرفش ما دخلتش في قلبه ما نعرفش معناتها شنو حتى لين يوصل معناتها التوحد سكي سختان سكو قاعد نعمل برشا غلط معه فهم دونك يا دي ميثود وميثود تاع التهدئه نتاعو خاطر هو يبدا يديفولي في مناخ يظهر له كانه هوستيل معناتها معناتها يخوفوا يلي بان دونغواز باش تمد يدك انت خاف باش تعمل له حاجه يبدا يسيح يبدا يعيط يبدا هو هذاك يخليه ماهوش مطمئن اذا نعرفوا كيفاش وفما بداوا يكثروا لي سونتر برشا من الاولياء يتشكاوا يقول لك لي سونتر معناتها اكثرتها فلوس واكثرتها يلوجوا على الواحد وكل صحيح ومش صحيح ما تجي تحق معناتها فما ناس متفانيه الحكايه هذه فما ناس مختصين في تونس دو بلوز ان بلوز وهذا الكل يرجع شوف يرجع اول حاجه للدياغنوستيك في تونس قاعد يتعمل اكثر كيما في العالم الكل داير كان قبل المرض مجهول لكن وهنا معناتها تحيه كبار انا عندي ما فماش حتى شيء اكبر من ام ولا ابو يعني يضحي بحياته باش يلقى المناخ الطيب لولده ويل في بروفيتي لي زوتر معناتها يا دي بارون خلقوا هما معناتها ايزون انيسيو مش خلقوا معناتها دي سنتر دي بيدرو باش عملوا دي سنتر لما مع دي بارون اخرين جابوا ما وصلوا جابوا دي تكنيسيان من برا خلصوا لهم الطياره وهنا دونك نحكي على المسلمين اللي في اوروبا يجيو خلص لهم الطياره كو كانوا متشرف ما ياخذوش اجر وعلموا لي ماما وعلموا لي بابا كيفاش يعملوا معناتها يساندوا صغارهم وكل يجيو اربع خمسه مرات وتوا ولات عندنا دي سنتر باهيين فلوس ما نحبش نحكي فلوس فهمت ما نعرفش لازم تتقنن الامور لازم هذاك كل ما تدخلش فيه مي بكل فاسون خدمه بلا خدمه طويله وخدمه اجتماعيه طويله ولازم يتعملوا اسوسياسيون باش يوليو اقوى باش ينجموا يساهموا باش ياخذوا دي دون باش ينظموا يلزمهم مجال التوحد هو معناتها عنصر هو من اضطرابات السلوك سلوك غير غير سوي بالمفهوم تاعنا بالمفهوم نتاعنا لكن هو عنده علم وعنده عنده علم لكن وسعلى ساعة التواصل نتاعو التواصل نتاعو يصير في ميدان مثلا يبدا صغير التواصل نتاعو والليزيكسبريسيون نتاعو باش يتعامل معاك هي مثلا تاريخ مصر القديمة يا دي زوتيست كون ايجيبتولوجي ما قوي في الايجيبتولوجي تحكي معاه وهذاك فهمك به برشا حاجات برشا دي سنتر سامحني دكتور ولاو يركزوا على التعامل اما عن طريق الحيوانات تلقاو اللي ثم بعض الصغار عندهم علاقه اكثر بالحيوانات ويجاوبوا ثم شكون في المسابح يعني ركوب هذاك باش تريدوا هذاك باش تعملوا ما موش علاش فما توالي الطريقه كانت طريقه قبل يحبوا معناتها دو مانيير بسيكاتريك توا تبدلت الرؤيه ولات نشوفوا الصغار هذوك ناخذوهم كيما هما ونحاولوا احنا نطوعوا لهم وهذه توا الطريقه المتفشيه في العالم وهي اللي قاعده تعطي في وحده بون فما كلمتين في ساعه دونك التوحد هذا هو ما نخافوش التشخيص تاعو يكون بكري برشا نجموا من حتى هو مازال نوريسون ما تلهاش باش قاعدين نعملوا من زاوي وكل نبداو فوالا نبداو بشوي نجموا نعرفوا كونه عنده علامات توحد فما تو بوكو دو بارون يلوجوا فما دواء قاعد في فرنسا يتعمل هو دواء اصله معناتها عطاوه الصغير عنده التوحد كهل عنده التوحد وعنده غلظة الدم وكل عطاوه صغير الدواء يبول معناتها ديوريتيك وتحسن فتحسن تحسن ماش عنده كل كريز نتاع كل شيء ربطوا بيناتهم وقاعدين يجربوا فيه فما دي سونس فرنسا يستعملوا فيه وموجود الدواء في تونس راهو فهمني يعطي مازال مش مقنن معناتها النجاعه مش واضحه مش النجاعه واضحه بعد حكاو لي زاد على الاكسجين الاكسجين ثيرابي هايبر بار معناتها دخلوهم في قفص ونحطوا الاكسجين قوى برشا هذا ميدسين معموله حاجات اخرين نون كونفونسيون موجوده لا لي بلي تاع الديابيتيك باش يصلحوا فيه ساعه وكل لكن المخ اللي هو ناقص اكسجين عند الواحد ما عندناش علاقه به يقولوا فما كيلكو سونتر عملوا يحسوا تحسن اكثر مش مختصاصي نجموا نشوفوا معناتها الميدسين هذه نتاع الاكسجين ثيرابي هايبر بار مي في هذا الكل فما دي سنتر في تونس يلزم دياغنوستيك يكون غابيد وكل شيء ويلزمنا نبعدوه على بكري انت قلت كلمه حلوه طيف التوحد طيف التوحد سون دي زونفون اللي ما احناش لاهيين بهم تو سامبلومون كما قلنا التلفزه بكري مش التكرار لبنى اللي يعمل هذاك هو صغير يدخل في عالم اخر امه وابوه ما يحكيوش معاه
لم تقضي تندب على والديها كما يقولوها وهي ما تقضي ولا العظيم ما زاد الدار وتلقى معها حد ولا بيرسوناجي وراجلها والماديات مش برشا باش يسكت هاكا تحطو قدام تلزا باش تتلهى مسكينه معناتها ما غير قصد ولا كيف كيف البوجي هنا يحطو قدام تلزا باش ما يكسرلوش راسه الطفل هذاك ينزل يدخل في عالم اخر يولي ما عادش يتواصلوا الكل هيك علاش نقول التلفزه مش باهي مش في الحالات الكل كي ثم التواصل مع البرنامج ولا حاجه حاجه خاصه هو الباهي انه ديجا برشا دي بارون يصير يقول لك ولدي عامين ونص وما يتكلمش احسن حاجه انك تحكي معاه نطق واحكي معاه ولا احكي معاه وهزوا معاك وخرج وري الدنيا وري روحك كفرة الحركية دكتور حكيم دونك هذا التوحد وفي ساعه في ساعه عملناه فما باغ اكزومبل ليبر اكتيفيتي سي تري امبورتون ليبر اكتيفيتي ماهوش معناتها هو معناتها حالة معناتها نفسية وحالة نفسية يلزمنا نفيقوا بها معناتها ما فماش كلام يلزمنا نفيقوا بها شنو هي ليبر اكتيفيتي؟ ماهوش صغير عمره 3 سنين يبربش برشا في الدار هذه نحيو داكوردو ليبر اكتيفيتي تنجم فما علامات في الأربع خمس سنين مي سورتو في الناج سكولير ليبر اكتيفيتي نفيقوا بها الناج سكولير فما هو بلوزيوغ سيني يلزمك تجاوب على 6 ولا 7 من السيني هذوما اهمهم شنو هو صغير ميركزش ميركزش داكور ميركزش ما ينجمش يقعد حتى في لهوته هو في لعبته هو يبدا ما يكملش يمس حاجه الاخرى بدل ما ينجمش يقلق في سماعه يتنرف ما هو يتنرفز وفات ما ينجمش يكمل ما يقفش في بلاصتو معناتها المعلمه تجيك تقول لك راهو ندور نلقاه واقف راهو يدور اما مش قلت تليب فما فما فهمني برا فيه ان روتار سكولير معناتها هذوما صغار معناتها ما تخلف مدرسة تخلف معناتها فما مدرسة ما يوصلش كي صغار فوالا عادته مش باهية ما يقفش معناتها هذا صغير ما تنجمش تجبدو معناتها حتى كي تحطه باش يقرا اي حس اي حس معناتها باش يدور له داكور الانتباه وفيسا ما يتقلص ويمشي للحس هذاك الاطفال هذوما جينيرالمون باش يدخلوا الباب اخر نتاع التروب دو كومبورتمون ولا برشا يسالوك عليه عدد المرات ويقول لك الديسليكسي الديسليكسي عاده هذوما الظاهرات هذوما يبدا عندهم اون بار دو ديسليكسي داكو ديسليكسي هو تعطل في النطق اما مش في تعطل في النطق برك في الفهم النطق الفهم الكتابه الرؤيه والكتابه هذا الديسلكسي معها لا ديزورتوغرافي اللي هي اللي دو داكوردو حاجه واحدة اما هي فهمني لكن تابع بعضها وباش نوصلوا لها تو دونك الليبر اكتيفيتي هذه يلزم شخصها يلزم الصغير يتبع عند طبيب مختص فما دويات يريضوه فما دويات معناتها يلزم ما فما دويات وفما التعامل فما معناتها طريقة التعامل طريقة التدريس طريقة وراهو يخرج منها سي تري امبورتون يخرج منها يولي سليم سليم 100% يلزم وعي زاد الوالدين خاطر يقول لك تبارك الله صغير ولدي ناشط يعني كي بدا يتحرك برشا شو ولدي برك شو الحاجة هو رب ما بين المربي المربي والوالدين فرضنا التشخيص اثبت اللي عندنا المشكل هذايا شنو الحاجات اللي ما يلزمكش تعملهم معاه هو العياط معناتها ما لازمكش تعيط عليه ما لازمكش تقول ما تقزموش مش يبين هذوما الكل ما يتقالوش وتكبر وتشخصوا توريه الهدوء توريه كونه فما دي ريتوال لازمو يعملهم وقتاش لازمو ياكل وقتاش لازمو يتصور وقتاش لازمو يتفرج في التلفزه وقتاش ديما وراه يفهمك ولا ما يفهمك لا بشوي يفهمك خاطر باش تقنن الامور باش تعملوا كيكه ما غير تعصب ما غير هو يقول لك لا وابنك مش تتنرفز عليه تقوم تضربه سانسيغ ستريكتومون غيان فهمتني دونك الوالدين لازمهم يمشيوا للبسيكولوج والبسيكوثيرابيوت والبسيكياتر باسكو بيزوان دو بسيكوثيرابيوت اللي هما اخصائيين في وفما برنامج كامل يتعمل مع الوالدين ومع الصغير ويخرج منها كومبليتمون كيف نخلط لك فيس على الديسلكسي ديزورتوغرافي والكل يلزم الصغير فما الحد تاع 4 سنين ونص 4 سنين ونص يلزم الصغير ينجم يعمل جمله كامله يتكلم يعمل جمله كامله يجاوبك بجمله كامله فهمني سا سي تري امبورتون هذا صغير مازال يعملوا كل فما اشكاليه فما اشكاليه وهذه باش تجي في
من التحضيري تاخذ احنا تو تبارك الله من 3 سنين بدي نقريو فيهم وكل سي بون سي تخو تو تحضيري مع 4 سنين 4 سنين ونص يبدا الصغير يا الكلمه الكلمه ما يقولهاش معناتها بيبداو يقرب لبعضهم الراي يقولها يقلب يقلب يعمل يجي يكتب المقلوب يكتب من اليسار اليمين ولا من اليمين اليسار داكورد وانت واللغه يقول حتى ما يعرفش يربط صباته مليح صحيح بالنسبه لي هذاك تابع بعضه هو تابع بعضه معناتها عنده نقص حتى في لي موفمون فام تاع جسمه دونك شنو لازم تعمل؟ دونك هذوما باش يبدا عندهم كيف سا سي لورتوفونيست لورتوفونيست عنده دور كبير والبسيكوثيرابوت كيف مع لورتوفونيست اللي هو باش يقاوم الحكايات هذوما باش يعطيهم دي زيكزارسيس باش يتعاملوا في الدار وراه فيسا ما تبرع فيسا راهي ما تبرع ويكون تجاوب كبير هذوما الصغيرات الكل لازم يكون اسمع مليح متاكدين ان احنا سامعهم به متاكدين ان نظرهم باهي راهم فما برشا حاجات غلطين يقولك ديسلكسيك هو ما يسمعش قاعد يتقال ما يراش فاش قاعد يتعمل يعني بيرسبسيون بعد نقول لك بيرسبسيون كامل دونك الاطفال هذوما لازم نقيموهم وما فيها باس للوالدين الكل هذه نقولها كي ولدك باش تحطه في التحضير يا خويا قبل ما تقيده تهزوا الطبيب الوزنين تقيس السمع نتاعو يهنيك والطبيب العينين يقول لك شنو حاولوا من الاول باش انت تعرف تبدا مطمئن كونه صغيرك معناتها مع هذا كل ما مناخ يكون مناخ طيب في المنزل ما فيش تشنج ما فيش العياط ما فيش راهو العلاقه معناتها تكون تفاهم ما بين بولو قد ما صغيرنا يبدا ايبانوي قد ما صغيرنا مثلا كل قدير وقدره تو مثلا باش تحط صغير يعمل كاراتيه ولا جودو ولا واحد معناتها رخيص في تونس دقيق في اي زنقه في واحد ولا تسمى سال دو سبور ما نحبوش يطلع مضاربي ما باش نعلمو الضرب مش باهي حتى نحب نعلمو السلم باش يتعلم بدنه يتعلم كيش يحل يديه كيش يربط صباته الجسد نتاعو شنو ينجم يعمل بالجسد نتاعو والسيطرة على الجسد نتاعو على لي موفمون فام نتاعو نعلمو الرسم نعلمو يحفر يزرع نوارة نحب فهمت معناتها هذم الكل في 3 سنين لازم نحلو مخو ما يلزموش يكون يتفرج في التلفزة برك نهزو معايا في كل بقعة ونعطيه برشا حب وما ينجم يكون يطلع صغير في المناخ هذا العائلي المتكامل الرايض الواحد يكون ينجم يطلع كان حاجة بي ويبدا ناجح في قرايته ومفرح والدي. اكيد شكرا لك دكتور حربي الحقيقه خدينا اكثر مجال في الموضوع هذايا لكن حبينا بالحق نفهموا الناس الكل على اضطرابات السلوك اللي تجمع برشا اضطرابات في حد ذاتها لكن كما تحدثت دكتور بالحب وبالتاثير تنجم تنقذ صغيرك اذا كان عنده المشكل هذا. شكرا لك نمشيو ميام ميام ناكلوا كوكيز ونرجعوا لكم. مع السلامة ومرحبا بكم كالعادة في الفقرة نتاعنا ميام ميام. اليوم باش نعطيكم روسيت باش تعملوها لصغاركم ولا كي يبدا عندكم ضيف من روسيت من امريكا كيف معنا اليوم باش نعملوا لي كوب كيك دونك باش نبداو توا باش نوريكم شنو حاجتنا. الروسيت هذه تنجموا تعاودوها في الدار نتاعكم خفيفة سامبل ما تطلبش برشا مكونات وتنجموا تعملوها وقت ما تحبوا. بالنسبه للروسيت نتاعنا اليوم هذايا نعطيكم الكومبوزيسيون دونك حاجتنا بفيرينا حاجتنا باربع ضم حاجتنا بشويه سكر فاني باش نحطوا ما يقارب مغرفه ونص سكر فاني حاجتنا بسكر عادي وحاجتنا ب 125 زبده اللي نجموا لازمنا نذوبوها يعني نحطوها سواء في الميكرووند ولا في الفاماري ذوب في عقلها دونك كما تراو لهنا الزبده نتاعنا ذايبه حاجتنا بلوفور شيميك باش نعطيو يعني حجم في الفور للكب كيك نتاعنا شويه زينه باش نحطوها من الفوق للكب كيك والياغورت بالطبيعه اللي هو يعني المكون الاساسي للكب كيك هذا باش يكون يعني الطعم نتاعو والكاليتي نتاعو يعني هشوشه عندنا الياغورت اللي باش نبداو به باش نحطو ما يقارب ياغورته واحده نكملوها للاخر فوالا
باش نتعداو بعد ما صبينا الياغورت نتاعنا باش نتعداو نكسروا ونفقصوا الاربع ضم نتاعنا في وسط لاباري نتاعنا. روسيت بنينه ياسر وسهله، نجموا تعملوها في اي وقت، كبار وصغار يحبوها. نجموا بالنسبه للزينه تزينوا بالكراميل، تزينوا بالكريم شانتيي، تزينوا بالشوكولاته باللي يساعدكم. ما نساوش ديما كل ما نبداو الروسيت نتاعنا ان نخدموا الفور نتاعنا في 180 يسخن شويه باش نجموا نرقاو رواحنا حاضرين. كملنا هكاك حطينا السكر نتاعنا باش نتعداو توا للمغرفه صغيره نتاع سكر فاني، نحطوا في ما يقارب 10 غرامات يعني زوز مغارف صغار. نبداو نركضوا من اليمين اليسار ولا من اليسار اليمين، نخدموا مليح البات نتاعنا باش ما عادش تقعد فما عظم وحده ولا سكر وحده. نبداو في السرعة الأولى في الفيتيس الأولى. بالنسبة للفيرينة ناخذوا فيرينة عادية نرقاوها في المحلات الكل، باش ناخذوا نعبيو ثلاثة يعني بو متاع ياغورت ونحطوا الفيرينة متاعنا بشوية نخلطوها مع الخليط، لكن نخلطوها بشويه باش لاباري نتاعنا ما تحلناش. يكون هكايا حطينا العلبه الاولى، هذا نذكروا بالمقدار 125 غرام نتاع زبده، نصبوه الكل في الخليط نتاعنا. ولهنا ناخذوا الفوي نتاعنا وندوروا. نعاود نذكركم بالتياب، يعني الكيك هذايا الكب كيك باش يطيب في درجة نتاع 180، 180 نخليوه قرابة 15 دقيقة. بعد ما طيبنا في 15 دقيقة الكب كيك نتاعنا خرجناهم طيبين لهنا، باش نتعداو توا للزينة نتاعهم. كل واحد ينجم يزين كيما يحب. لهنا قدمنا لكم يعني برشا أنواع نتاع زينة. عملنا كريم شانتي في وقتها، يعني تشريوها بكويت مع الخليب مع الحليب تخلطوها. وعندنا لهنا دي بيبيت دو شوكولا، شوكولاته ذوبناها غناش باش نستعملوها في الديكوراسيون تاع الكب كيك نتاعنا. عندنا شويه غله فرامبواز وكاسيس وميرتي، وعندنا شويه يعني زينه باش نزينوهم. نجيو في الوسط لهنا ونبداو نعملوا التوربيون نتاعنا. هذايا نزينوها بالغلة، هذايا باش نزيدوها شوية قناش، فوالا، مع شوية أن بتي غابيل دو شوكولا باش يبدا عندنا الكراكون في وسطو، فوالا، نكونو هكا كملنا الروسيت نتاع لي كوب كيك نتاعنا. الكوكيز وبعد ما حضرنا الديسير نمشيو لحاجه اخرى وقت انها المراه تتلهى بروحها. وتبدأين في 2016 يظهر لي خرجت برشا حاجات باش تتواصل في 2016، ونشوفوا هذا الكل مع اروى اللي باش تحكي لنا. جبت لنا برشا حاجات باش تحكي لنا شنو هو خارج في 2016، هكاك نعرفوا شنو هو نشري. وعلى بكري راس العام قريب، وقريب ان ناخذوا حاجات نزينوا بهم نعملوا بهم اكسسوار وندخلوهم على حوايجنا، مش بالضروره نشريوا لبسه غاليه لسفيف. كيفاش نحطوا اكسسوارات؟ اروى صباح الخير. صباح النور ومرحبا بك في عائلتي بالدنيا. الثقه الامهات يستنوا فيك باش تعطيهم معلومات شنو ينجموا يشريوا سنه شنو دانش في 2016. اي كيف ما حكينا لبنى قلنا ما حكيناش اروى باش نحكيو توا باش نحكيو توا على ستيل بريزيليان. هذا خارج برشا، نجم تلبسوا حتى مع بونتالون جين ان بيول سامبل مع لي براسلي نتاعو مع هانسات. باهي بشوي بشوي اروى بشوي نحكي مليني واحدة واحدة. البريزيليا اللي هي الكولي تبدا فيه الزينة هذايا الالوان ومعه لي بلوم، زاد لي بلوم تخي على مود سنة. اي
الريشه. الريشه اي باش تبدا عندنا الريشه نبداو مدخنين مدخنين ومعاهم كيف كيف لي براسلي لي براسلي بريزيليان هذا كيف كيف فما زاد لي بوشيت. البوشيت فيها اللمسه هذه نتاع البريزيليان هذه مع شنو نجم نلبسوها البوشيت اروى؟ بوشيت حتى مع بنطلون جين تنجم تلبس قصيره طويله تنجم تلبسها سبورشيك تمشي اما ما تجيش تجي سواغي مثلا راس العام تجي سبورشيك تلبس سواغي نجم نلبسوا معاها باغ اكزومبل روبا في البلو ولا في الازرق ولا في الروز ولا لا تمشي معاها فيها ديجا لي كولور فيها الغوز فيها البلو فيها الفير اي شنو دالج اخر بخلاف البريزيليان؟ فما لي مانشيت اي فما لي مانشيت نجم تلبس ان كولي شارجي باش نبدا نقيس انا تعاود باش نحي شنو لابسه باش نبدا نقيس لي مانشيت فما لي مانشيت اي تلبس ان كولي سامبل فما زاد كيف كيف نجم تلبس شايب 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 باش نحكي وسي على لي مانشيت لي مانشيت هذه مثلا الموديل هذا اروى يمشي مع اي ستيل نتاع يد مثلا ضعيفه بصحتها اليد تمشي ديجا تنجم تحلها وتسكرها يعني تتحل تمشي مع اليدين الكل لا مش يقولوا باغ اكزومبل المراه اللي تبدا بصحتها ما تلبسش مش تاع يد سمينه برشا يد موين وكي تلبس هذوما لي مونشيت اللي هما كبار شويه في الشكل تنجم تلبس معاها مثلا كولي ولا نجم وي تنجم تلبس معاها كولي اي اما نقصوا شويه يظهر لي من لي بوكل كولي سامبل مثلا وما تلبسش لي بوكل ما تسحقش تلبس معاها بوكل جوست المونشيت تبدا كبيره تنجم تلبس اون باج لهنا في اليد هذيا ومونشيت ومعاها كولي كل يبدا كبير وشنو هو دالج لارجون في اكثر السنه ولا الدوري والله هو الدوري ما يتيحش ديما صيف ولا شتاء ديما الدوري ما يتيحش والارجون زاد كيف كيف يظهر لي حتى في لي مونشيت فما الاشكال فما الاشكال كبير فما الصغير فما زاد الصغير نشوف في الشكل معناتها فما الموديل هذا حلو برشا طلعها الفوق هكا شويه هكا بس فيها الشكل في الدوري تنجم تلبس معاها بوكل كبار هذيك هكا كيما نلبس الشركه بالطبيعه تنجم تنجم تلبس الشركه تلبس بوكل كبار ومعها المونشيت هذيك باه خاصة خاصة في راس العام نعرفوا اللي فما حتى شكون يحتفل في داره مش لازم يخرج مع عائلته نجم يلبس روبا سامبل تمشي معاها في الدوري في الدوري وي باهي شنو اخر يظهر لي فما في 2015 باش يتواصل حسب ماني قاعدة نشوف في 2016 اللي هي اللمسة نتاع الكوير واللمسة نتاع لي بونبون في البلالت فما لي بوكل زاد فما لي كولي ما كملناش اي فما الكولي زاد باش نوريك الكولي زاد كيف تنجم تلبس لي بوكل هذوكم بالبونبون ومعاهم هكا كولي زاد كيف يلبس انا لابسه لا محاله هاو باش نبدا نقيس تو نشوفوا بعض دونك هذوما تلبسهم مع بعضهم هكا يلبسوا مع بعضهم وي في الاكحل تنجم تلبسهم مع حاجه شنو الالوان؟ مع نوار يجي مع كل شيء تنجم تلبس الفير البلو الالوان الكل مارون اي الكوير مش سبور شويه معناها ما يجيش سبور شيك توا كل شيء ولا يخرج اي تلبس لي بونبون كيف مازالوا مش لي بونبون هكا لي بونبون وي اي لي بونبون الفير والبلو زاد كيف افيك ان بونتالون جين بول سامبل خاصة في الشتاء الالوان الشتوية وال به شنو اخر نشوف اللي فما ما نعرفش فما حاجات باش تتواصل كلاسيكيه بخلاف هذوما اللي هما شويه نتاع عباد يحبوا يتبعوا الموضه شنو المراه اللي ما تحبش تتبع الموضه تحب ديما تقعد كلاسيكيه وتشري حاجه تقعد لها ديما شنو تنجم تلبس حاجه كلاسيك هو دوغي عمره ما يتيح تنجم مثلا ستوار هذايا يتلبس سامبل كيف ما لبستك هكايا شوميز وبنطلون جين يتلبس مع روب مع انسامبل ديما لموستو شيء ما حبيتش تنحى باش نلبس نحب نقيس شيء اي نحي لك دونك هذه السيتوار لي سيتوار هذوما زاد كيف لا موضتهم ما تيحش بالكل نجم هذه روبا حتى سامبل حتى قديمه مش جديده في النوار تعاود تعمل لها لوكينغ من الاول وجديد كيف تزيد عليهم حاجه كيف هكا نشوف هذه زاده بون مش خشينه برشا شويه هذه شارجي برشا هذه ما تستحقش حتى باش تلبس معاها بوكل دوغي ايه نجم تلبس خاتم في يدك وكا هو ما تستحقش حتى شيء هذا باش تلبس معها اون غوب سامبل قصيره ولا طويله نوار
تمشي على توت لي كولور، الدوري يمشي على كل شيء. باه، وهذوما شنو هما هذوما؟ نشوفي هذوما الخواتم اللي حكيت عليهم. هذيك زاد لا توندونس هذيك السنة. ايه شنو هذوما كيفاش هذا؟ هذا يتلبس. هكا تلبس بصباع هذا. تنجم تلبس في اصبع. بون حتى نلبسو مش في هذا. فوالا تنجم تلبسو بصباع هذاك ولا صباع هكا. هكا. ما عملتش مانيكيور اليوم، مش محضرة روحي أروى. مش مشكلة. ب 2016 نحضروا روحنا إن شاء الله أكثر ونقراوا حسابنا أكثر. هذوما الأخواتما اللي دارجين اللي يكونوا معناها كبار نوعا ما، أما ما نكثروش نحيوا الأخواتم الكل، جوست خاتم أكهو ومعها شركة كبيرة وروبا سامبل على الآخر، ما نشارجيوش أكثر، ومعها عادة تنسى كبدة سامبل. نشوف في هذا في النوار اللي هو يبدا كلاسيك، تنجم تشدو هكا، تنجم هكا هكا فوالا، وتنجم هكا تحط يدك، دخل يدك هكا فوالا، يتشد هكا هكا هكا. دونك سامبل مع روبا ولا مع سروال. نحكيو على الالوان السنة اللي حكينا عليهم قبل في لي شابو، اللي هما الازرق والاخضر والاحمر. نشوف حتى في الاكسسوارات كيف كيف السنة فما لمسه خاصه من الالوان. ورينا شنو هو ديال نجمو نحطوهم حتى هوني فوق الاخرين كان تحب. فما الازرق والاخضر زاد كيف كيف، هذايا سبور شيك. الموديل هذا يمشي مع روب سامبل ولا مع بنطلون جين. شنو عندك حاجه اخرى في الازرق والاحمر نوريوها ولا نشوف فيه؟ نشوف فيه هذايا، شوف هذه كانت تحكي لي عليها. الموديل لي بيك هذايا زاد كيف كيف، الاشكال هذوما اللي خرجوا برشا في الصيف في شكل مستطيل ريكتونغل، في شكل لي بيك يسميوهم دي بيك. الموديل هذايا زاد كيف كيف، ممزوجين مع الالوان اللي حكينا عليهم، الفير والبوردو والبلو. معناها شتاء ملون السنه، ماهوش بعدنا برشا على الالوان الكلاسيكيه الاكحل والمارون، خرجنا والبيج. ولوني انا قاعد ديما نحن الكلاسيك، نحن للتوب والبيج والمارون. نحكيو شويه ابار اللي باش نلبسوا شركه حلوه ومزيانه وبلاصه حلوين ولا المونشيت، نحكيو على الساك اللي هو يقعد ديما يقول لك زينه المراه كي تشوف صباتها وساك. ساك فوالا. باش تحكي لنا على موديلات 2016 بالنسبه للساك، نشوف في هذايا. فما ساك هذايا. هذايا شنو هو؟ هذايا بوشيت، تتهز بوشيت تخرج مع النوار، تخرج مع المارون، فيها البوردو. تنجم تعملها البوندونيير نتاعها. ذكرني بموضة شنو؟ زاني 70 ستينات. ستينات اي زاني 60. دونك هذوما بالنسبة للموديل هذايا. كيف كيف وريني انت اروى الازرق هذاك، وعندنا هذا الروج بوردو اللي حكينا عليه كيف كيف. اما الموديل هذا زاد دونك الالوان الروج بوردو والازرق كيف ما حكيت، وديما يقعد اللي نحبه انا البرونز. اكثر حاجه محبذه ليا انا الكلاسيكي اللي هو البرونز، وحتى الفورما كلاسيكيه ومودرن في نفس الوقت. وبطبيعه كيف ما حكيت اخر مره يقعدوا ديما لي شابو هما الاكسسوار، حتى في الليل نجم نلبسوهم في سهريه، حتى في النهار نجم تلبسوا، حتى احنا لي شابو. دونك هذه هي اجابه حذايا اروى الفقرة اللي حابين نخصوها للأمهات، شنو ينجموا يلبسوا أكسسوارات 2016 باش يبداو إين وجن. مهما كان عمرنا يلزمنا نكونوا ديما مزيانين وإين. احنا باش نرجعوا مع فاطمة بعد باش تحكي لنا نجموا نعاودوا حياتنا وإلا لا بعد الطلاق، جوست بعد ألبوم فوتو لصغيراتنا.
نرجع معكم بلاتو عائلتي بالدنيا. مرحبا بكم الناس الكل. نتناولوا الآن موضوع الرئيسي للحصة، العائلة المركبة، أو ما يقصد به أنه الوالدين يعاودوا حياتهم من جديد بعد الانفصال، وقت اللي الوالدين يكون عندهم أطفال. هل ممكن أنه هذا يكون عائق أمام أنهم يعاودوا يبنيوا حياتهم من جديد؟ هذايا الكل نتحدث فيه مع الأخصائية في التنمية الذاتية ومدربة في الحياة خولة شريفة. أهلا وسهلا ومرحبا بك خولة. أول مرة تجي بحذينا، شكرا لك على الحضور. خلينا ننطلق في الموضوع اللي نقصد به العائلة المركبة. غالبا ما التونسة ما يفهموش شنو معناتها العائلة المركبة. هي الفامي ريكومبوزي، وإلا نجم نقول عليه أنك تعاود تبني حياتك من جديد. الوالدين ما يتفهموش، ينفصلوا بالطلاق، دونك تلقى عندهم كل واحد مثلا تلقى عنده معناتها هواجس ومخاوف من أنه يعاود حياته من جديد بعد يقول لك تجربة فاشلة. علاش المخاوف هذه تنشأ؟ هي المخاوف كما قلت تنشأ من التجربة اللي صارت، التجربة السابقة اللي تعداوا بها الوالدين في حياتهم اللي في الزواج الأولاني اللي قاموا به. وكما قلت هو بعد التجربة هذيك هو يقولوا نحن ما ثماش فشل، ثم تجارب في الحياة، ومهم إنهم يختاروها الحالة هذه ولا الانفصال كتجربة. مش لازم نحن ساعات عنا التهويل والخوف، هو أكثر الخوف في الموجود هو في الاخر خوف وهمي، لي فوبي المعروفين في الاخر، اللي يخاف من الاسانسير ولا يخاف من المرتفعات ولا يخاف من حاجه اكثريه، هو ما ثماش اساس للخوف هذاك. كيف ديما خاطر عندنا الخوف من المجهول، الخوف انه يعاود تجربه ويقول لك بالك شي نعاود انا نفشل في التجربه هذيك. دونك كيما قلت هي تكون هواجس، مهم انه يسيطر عليها الاولياء باش ينجموا يعاودوا حياتهم من جديد. ثم ناس معناتها تقف حياتهم بعد الفشل، يقول لك انا جربت مره اولى فشلت في حياتي، دونك يوقف حياته ويكون يقول لك انا ما عادش نخمم اني نعاود نرتبط من جديد. لانه سواء كان الرجل يقول لك النساء الكل كيف كيف، والا المراه تقول لك الرجال الكل كيف كيف. دونك لهنا معناتها ديما قعدنا في ذاك البوتقه نتاع انه الواحد خايف من إعادة التجربة. شكون الناس اللي تكون عندها استعداد وإلى قابلية أنها تعاود تجربة من جديد؟ اللي ما تخافش من الفشل؟ هو هذا الشعور، نحن الخوف والأحاسيس وكل هما شعور عادي وكل إنسان. وهو في الأخر كما نقولوا الصفارات إنذار، باش تقولش عليها باش تهيئ العبد تقولك رد بالك. نحن مع انه واحد يعاود حياته، اما مهم زادة انه ياخذ الوقت، هو عنده الحق وعنده معناتها الفرصه باش ياخذ وقت اللي هو يراجع يقيم روحه، يقيم التجربه اللي فاتت اللي تعديت، يشوف شنو هي المحاسن نتاعها، شنو السيئات، شنو الحاجات اللي نجم يتفاداها باش ينجم يستعد لتجربه اخرى. معناتها الوقت هذا كنقولوا نحن ياخذ وقت نتاع دوي ولا هذاك مهم، خاطر زاده ما ينجمش واحد مازال كيخرج يوخر شويه مازال كيخرج من علاقه، حتى تكون مش علاقه نتاع زواج، اي علاقه واحد يكون مر بها علاقه عاطفيه، مهم انه ياخذ وقت باش يفصل ما بين العلاقه هذيك، وخاصه معناتها ما اكثرش من العلاقه بين الازواج تكون علاقه قويه برشا وفيها ارتباط طاقي كبير زادة ما بين الأزواج، يوليو يحسوا ببعضهم، يحسوا حتى مشاكل بعضهم، بوجيعة راهو هذايا على الطاقة، معناتها يكون ارتباط قوي برشا. وكملوا هو باش يصير الفراق، معناتها الفراق نتاع الأجساد والناس تبعد على بعضها وكل واحد باش يشوف حياته، ياخذوا كل واحد وقت كما قلنا باش يقيم العلاقة هذيك وباش يستعد، خاطر مهم أنه يستعد مرة أخرى. والاختيار شريك الحياة مهم، على خاطر لازم يكون هناك توافق على عدة مستويات، المستوى الاجتماعي المادي، المستوى الثقافي التعليمي، والمستوى العاطفي زادة. معناتها باش واحد يعاود يبني حياته من أول جديد مهم أنه يكون ثم توافق على المستويات هذية. يعني الأخطاء ممكن اللي ارتكبتها في التجربة الأولى ما تعاودهاش في التجربة الثانية، لكن حبيت لهنا نسأل في الإطار، تنجم تكون تجربتك الأولى فاشلة والثانية تنجح؟ نجمة، يعني علاش ليه؟
شنو هو الحاجات اللي تحدد النجاح هذايا، المقاييس اللي تحدد النجاح هذا؟ مهم الاختيار كما قلنا لشريك الحياه، واحد يحسن الاختيار، يكون مستعد، يكون عنده استعداد وقابليه، هو معناتها قابل انه مش خاطر قالوا له برا عاود عرس، ولا يكون هو عنده استعداد ذاتي ومتقبل المرحله الجايه اللي هو معناتها باش يعاود حياته من اول جديد، ويكون يرسم على شلاه تجربه عديت وفشلت، شنو يمنع باش التجربه الجايه كي تكون قائمه على اسس صحيحه انها تنجح. وحاجه زاده مهمه بالنسبه للازواج انهم يخطوا زاده الحياه اللي باش يعيشوها جديده مع بعضهم، كيما يخطوا العرس وين باش يعملوه، في صاله ولا في بلديه ولا في فندق 5 نجوم، الحلول مين باش يشريوه من عند مدام فلانه ولا فلتانه، مهم انهم يخطوا زاده حياتهم هما كيفاش باش يعاودوها مع بعضهم. ثم نقطة مهمة لهنا لازمنا نطرحوها، أنه الوالدين كي يبدا عندهم صغار موجود أبناء، كي يحاول أنه يخطط أنه يعاود حياته من جديد يخمم 1000 مرة، علاش زعما؟ يخمم، ثم نرجعوا هنا ثم العقلية، شوية عندنا العقلية نتاع نتاع نقولوا التونسية فيها خاصة كل مرأة وكيفاش باش تعاود حياتها وكل، أما هذايا بالعكس، أنا نتصور أنه الشخص يكون يعاود حياته ويكون هو الأم كان هي فرحانة باش تنجم هي تفرح صغيرها، معناتها شنو الفايدة أنها هي تقول باهي نفرض نقولوا أنا باش نضحي بحياتي ومانيش باش نعاود حياتي، وشنو ذنب الصغير هذايا؟ أنت باش تكون القدوة نهار آخر تجيب له رجل أم، تجيب له رجل أم كي أنت تعرف تختار، تختار اختيار صحيح، معناتها يمكن يكون رجل أم يعرف كيفاش يتعامل معاه، وهو زادة أنت تعرف كيفاش زادة تحكي معاه، خاطر الصغير لازم يعرف، لازم يعرف معناتها مهما يكون عمره شكون بوه الحقيقي البيولوجي، شكون تفسر له راهو هذاك رجل أمك، راهو معناتها راهو صغير يفهم كل شيء ويحس، أما خير معناتها يشوف أمه معاودة حياتها وسعيدة في حياتها، وإلا البو زادة عاود حياته وهذاك يخليه متوازن في حياته. عنا عقلية مرت البو زادا احنا، باش زوج باش يعاود حياته من جديد باش يجيب مرت بو لابنائه. اما والله تفديناها شويه العقليه هذيا، ثم مازالت، وثم علاش لين ثم اللي ثم يقول الابناء اللي هما يرفضوها، وثم اللي يقول لك يمكن خير من امي، وكان جات امي ثم اللي مثلا امه تتوفى وبوه ياخذ امراه اخرى ولا حاجه، يقول لك رقيتها يمكن كان جات امي حيه يمكن ما تعملش ما تتصرفش معايا هكا. حبيت تعاود حياتك وابنائك رفضوا، شنو تعمل؟ من حقك انك تعاود حياتك، تفسر لهم بالحوار، بال معناتها التفاهم، هما بيدهم تفسر لهم، هما بيدهم نهار اخر ينجموا يكبروا وينجموا هما بيدهم يلقاو رواحهم في الوضعيه هذيك، شنو تقول له انت كيفاش تحب راك عشت حياتك؟ معناتها تعاودها والا لا؟ نحن توا بالمناسبه اللي نحن قادمين على سنه 2016، نحبوا نشجعوا صغارنا ونشجعوا الاولياء انهم يخطوا لحياتهم، انهم يرسموا الحياه اللي هما يحبوا عليها. نجم نعطيهم فكره، كان واحد مثلا يقول له حتى صغير يقول له كان انت جيت توا تصور روحك انت كبير، وتصور روحك قاعد ودايرين بيك احفادك صغار، شنو تحب تحكي لهم؟ كيفاش تحب توصل لهم المبادئ ولا حياتك كيفاش عديتها؟ معناتها نتصور باش تكون شي حياه سعيده متوازنه، يعني انت فيها الاب والام، معناتها هو في الاخر يعمل التوازن، معناتها وجود الاب والام في عائله للصغار في الاخر باش يكون له التوازن لنفسيته هو. حاولت تعاود حياتك، انت عندك ابناء والطرف الاخر ما عندوش، وفي مثال اخر حاولت تعاود حياتك انت عندك ابناء وهو زاد عنده ابناء، ما هو اسهل مثال انه العائلتين هذوما يعيشوا متوازنين؟ هو حسب الاشخاص، معناتها هو حسب الاشخاص كيفاش هما التعامل نتاعهم مع صغار هذوكم، كيفاش هما يقرموا ما بيناتهم، كان مثلا عائله ما عندهاش مثلا البو ما عندوش صغار، كيفاش هو يحكي مع المراه ويحكي مع اولاده باش الام تتقبل الاولاد والاولاد يتقبلوا الام. بالنسبه للصغار كان عرفوا كيفاش يوفقوا ما بيناتهم، بالعكس باش يكونوا معناتها صحاب علاش لا، دونك تكون عائله مركبه ثريه.
العائلة المركبة في تونس، هل المفهوم هذا نقبلوه؟ المجتمع التونسي، العائلة الكبيرة نقولوا احنا، البو والأم اللي هما جد وجدة، اليوم تجيه بنته ولا ولده يقولوا راني باش نعاود حياتي من جديد، وراني باش ناخذ امرأة مثلا عندها صغار، هي غالبا ما العائلة ما تقبلش. علاش؟ كما قلنا حكاية عقلية، ما توا الحمد لله قاعدة تتطور العقلية والوعي قاعد يعلى عند التوانسة وعند العائلات، على خاطر نشوف أنا أهم حاجة الصغير هذاك، أما خير صغير يتربى في كنف عائلة، مهم عائلة كان كانت مركبة ولا غير مركبة، المهم معناتها ينشأ في وسط عائلة فيها أب، معناتها عنصر الأب والأم، خاطر توا زاد العائلة اللي مثلا الأم اللي تكون قولوا هي باهي ما تعاودش حياتها وتشد هي بزمام من العائلة، باش تعمل هي البو هي الأم يصعب عليها، والولد وإلا البنية لازمها وجود الرجل في وقت من الأوقات معناتها في حياتها، لازم رمز الرجولة، معناتها كي تبدأ عائلة متوازنة وحتى مركبة معناتها ينجموا يكونوا الأولاد أسوياء. أنت تحدثت خولة على التوازن وأهمية التوازن، إذا كان الصغير ما قاش توازن في تجربة والديه الأولى معناتها ما بين بوه وأمه الحقيقيين، هل يمكن أنه يلقاها في وجود عائلة مركبة؟ بشوية معناتها صعوبات مع التأقلم وكما قلنا الحوار، ويكونوا الأولياء معناتها واعين علاش لا. هو نحن توا زادة في هناك تجربة، هي التجربة الماليزية ما عرفش كان سمعت بها ولا لا، من ناحية كما نقولوا نحن باش تسوق كرهبة لازمك يبدأ عندك رخصة، كيف باش تسوق باش تقود حياة وحياة زوجية لازم يكون عندك زادة رخصة اللي أنت التأهيلية في العلاقات، معارف على الأقل، فلا معارف في التواصل في التعامل مع الأبناء وكل كان الرخصة هذه فيش متمثلة؟ متمثلة في دورات تكوينية يقوموا بها الأولياء باش يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، على خاطر كما قلنا نحن يحضروا الحاجات المادية الكل في العرس ويحضروا البلاصة ويحضروا كل شيء، أما الحاجات المعنوية للأسس الرئيسية نجموا من والدينا، نجموا نعرفوهم من تجارب آخرين، ثم مختصين ينجموا واحد يسهل عليك اثنين. هل اليوم محتاجين مختصين باش نعرفوا نسيروا الحياة متاعنا؟ في حالات العباد، ثم عباد ما شاء الله عليهم يقوموا به في الفطره، ونحن اجدادنا خولة اجدادنا المشاهدين شنو هما المراحل اللي تبنى عليهم الحياه الاساسيات، واذا كان انعدمت الحاجات هذوما وين تنجم تمشي لحياتك؟ مهم ياسر الاحترام، التوافق ما بين الأزواج، التوازن ما بين معناتها في الفكر، ما نقولش أنا أكثر، معناتها التقارب الفكري ما بين المرأة والراجل، التوافق على المبادئ والقيم اللي باش يربيوا عليها صغار في المستقبل، على خاطر ساعات يكون خلاف صغير على تربية صغير، معناتها كي هما يبداو متوافقين على المبادئ الأساسية نتاع تربية صغارهم وكل هذاك يسهل عليهم برشا معناتها حياتهم ويخليهم مستمتعين بحياتهم وينميوا جيل هو بدون نهار اخر باش يجيب اجيال وباش يفيد بلاده. اذا كان التوافق هذا والتفاهم مش موجود للاسف ونتاسفوا انه في برشا عائلات ماهوش موجود، شنو نعملوا؟ نمشيو للطلاق؟ هو ابغض الحلال عند الله كما يقول الطلاق. ثم حالات، ثم تدريبات، ثم تدريبات بالطبيعه، ثم تدريبات هذو ما نقوموا بهم، وثم معناتها شنو تدريبات كما نقولوا مثلا في التقنيات نتاع التواصل من بينها ثم دي تكنيك في التواصل كنا نعش تسمعوا بالبرمجه اللغويه العصبيه، انه مش تكنيك حاجات تبين سهله، اعطيني مثال بسيط وقول لي في المثال هذاك كيفاش نتصرفوا. مثلا الراجل لازم مهم انه يفهم المراه شنو النمط مثلا الغالب عليها، كان هي مثلا ثم المراه سمعيه تحب تسمع اكثر، الراجل المراه كي تجي تحكي معناتها في المشاكل نتاعها ما حاجتهاش باش الراجل يلقى لها حلول، حاجتها كل شيء باش يسمعها. الراجل طول يقولها تجي تحكي له مشكله يقول اعمل هكا اعمل هكا، لا هي حاجتها بتعاطف، حاجتها بانه يفهمها بانه يحس بها، مش انه معناتها يعطيها حلول عمليه. معناتها هذا هو نقاطعك خولة، سنرفع الى حضراتكم اذن صلاه الظهر ثم لنا عوده.
الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة البلاتو عائلتي بالدنيا، كنا نتحدث على العائلة المركبة المفهوم متاعها، هل أنه نقبل اليوم أنه نعود حياتنا من جديد؟ تحدثنا معك خولة في برشة نقاط وبرشة تفاصيل، اليوم معناتها نزموا أنه العائلة المركبة موجودة في تونس، موجود الناس والتجارب متاعهم تنجم تنجح وقت اللي يعودوا حياتهم من جديد، لأنهم ياخذوا احتياطات أكثر من اللزوم بعد تجربة فشل. هل نجموا نعموا اليوم الأمثلة هذه الموجودة من تجارب عديد من الناس، وإلا ثم دائما معناتها للفشل عنوان وقت اللي الواحد ما يعرفش كيفاش يعيش؟ هو المهم مش المهم واحد يتيح، المهم انه يعاود يقف. دونك التجربه فاشله ولا تقولوا بين، هي في الاخر تقعد تجربه، معناتها الفايده باش تكون بقدر ربي اقوى من الفشل كيما نقولوا. وهذاك علاش مهم انه نتخطاو التجارب نتاعنا الباهيه والسلبيه معناتها الاكثر، وان نثبتوا هذايا بان نعاودوا حياتنا من جديد، نعاودوها على اسس صحيحه، اللي نعاودوا نلخصوا النقاط اللي قلناها. المهم ان يكون الاختيار اختيار جيد للشيء شريك اللي باش نعاودوا معناتها باش نرتبطوا به من اول وجديد، ان نستعدوا يكون وقت مناسب وفتره مهمه للشخص باش يهيئ روحه ويهيئ الصغير اللي معاه كانوا هو ديجا عنده صغير على حياه جديده، وانه يخطلها الحياه هذيا يعمل برنامج. نؤمن بالاختلاف، اختلاف المراه عن الرجل، الطبيعه نتاعهم ما همش كيف كيف، استيعابهم للاشياء ما همش كيف كيف، يكفي انه نفهموا هذيا باش كل واحد يحاول أنه يتقبل الآخر. شكرا لك خولة شريف على الحضور معنا، إن شاء الله مرة أخرى تحضر معنا نتحدث في أكثر تفاصيل ومواضيع أكيد اجتماعية تهم العائلات التونسية ككل. باش نمشيو مع هيكل ضيف اليوم، رحبوا بضيفنا لليوم اللي باش يكون من ميدان الهندسة، باش يحاول أنه يصنع موزايك للوليدات الصغار اللي قاعدين في ديارهم توا ويتبعوا فينا. لقوني في البلاتو لولاني مع هيكل ولبنى. مرحبا بكم الناس الكل في فقرة ضيف اليوم. ضيفنا اليوم من نوع خاص وخاص جدا، شخصيا في الكواليس عجبتني ياسر التجربة نتاعو، وظهرت اللي هي تجربة فريدة من نوعها، وخاصة ما نلقاوهاش، لأنه وقت تكون شخص في عالم المال في بلد اللي هو ربما من العالم المتقدم، تلقى روحك في إطار اللي هو كبير ياسر، ومن بعد تختار واش تبدل حياتك، تمشي العمق التراث، عمق الموروث، عمق الصناعات التقليدية متاعنا، وتمشي العالم الموزايك وتخلي فيه بسمتك. نرحبوا بضيفنا اللي هو سي زياد عباس اللي هو باعث مشروع. مرحبا بك سي زياد. مرحبا هيكل، مرحبا بكل مشاهدي القناة الوطنية. هذا شرف كبير اللي أنا اليوم في القناة الوطنية، وباش نحكي لكم على تجربة وحكاية من نوع خاص بديتها لعام ونص توا، وصلت يعني الحمد لله خرجت منتوج مزيان وإن شاء الله يعجبكم. هو مش من باب المجامله والاطراء، بالحق عجبني ياسر المنتوج، ما نعرفش كان شاركوني فاطمه ولبنى في الشيء هذايا. هي تجربه صناعه الموزايك لكن بطريقه يظهر لي بيداغوجيه، من ناحيه اللي هي ترجع تحيي التراث القديم وتحفر كما قلت في موروث الانسانيه. نعرف في تونس اللي عندنا تقريبا اكبر مجموعه في العالم الموزايك، لكن علاقتنا بالموزايك ماهيش العلاقه الكبيره هذه. لكن صديقنا زياد اليوم عمل لنا بلاج جديد، عمل ديمونسيون، خلينا ربما تحكي انت اكثر على التجربه هذه وطريقه على الاقل صنع الكوفري هذا مش بيعوهم للصغيرات والكبار. باهي نبدا لك هيك نحكي لك على كيفاش جاتني الفكره نتاع الكوفري هذوما. انا عندي شركه نتاع فوسي فوسي، كان عندي صديق بلجيكي عنده صغار عمرهم 6 و 8 سنين، جاء نهار قال لي زياد عندي مشكله مع صغاري اللي هما ما يركزوش في القسم وعندهم مشاكل في القرايه نتاعهم، قال لي نحب نجي نعلمهم الفوسي فوسي. جابهم في العطله المدرسيه وتعلموا الفسيفسي، وبشوي بشوي ولاو يصنعوا الفسيفسي في الدار، والنتائج نتاعهم تحسنت. يعني الفسيفسي مشات لبلجيكا. يعني مشات لبلجيكا وتعلموا بالكدا وتحسنوا حتى النتائج نتاعهم.
انا فكرت اللي نشوف برشا عندنا برشا صغار في تونس عندهم مشاكل توا كما كنتوا تحكيو في الفقره الاولانيه يعني برشا مشاكل اللي احنا صغارنا توا نقول لهم العبوا باللي سمارت فون العبوا باللي تابلت وما نحكيوش معاهم وما نفيقوا في المشاكل هذيك كان يعني في 6 و7 و8 سنين. انت زياد باش تبدا توا تصنع لنا باش نربحوا الوقت لانه تاخذ برشا وقت الحقيقه البوزيك هذايا وكما تعرفوا معناتها الصغيرات يعملوا البوزل يركبوا البوزل هذه معناتها تقنيه أخرى بماتير واحدة أخرى معناتها مش كيما الكارتون لكن ممتعة على الآخر إذا كنا نعرفوا الكومبوزيسيون الكومبوزيسيون باهي نبداو عندنا دونك الرسم الأولاني الشكل الحوتة هذي دونك يحطها صغير ياخو دبوسة الكولا ويصب الكولا في الوعاء هذايا الكولا هذي ما تخافش صغار على خاطرها كولا أورجانيك ماهياش شيميك دونك حتى كي يمسها من بعد يغسل الديت معها ومن بعد ياخو دونك بالقطعه بالقطعه مثلا القطعه هذه السفره يحطها في الكله ويحطها على الرسم في بلاصتها نفس التقنيه نتاع البازل. المكعبات هذوما مصنوعين في تونس ومن ارضنا والارض نتاع تونس معروفه اللي هي موجود فيها الحجر بكل انواع الالوان الالوان الكل موجوده. الالوان الطبيعيه مش ديكولوران اللي هم موجودين هما الاصليين في الاوريجيناليتي نتاع الكيت هذا اللي هو يعني مصنوع بحاجات ناتوريل. اما انتم تنظفوه وتخدموه. احنا ننظفوه احنا نقصوه باليد الحاجه الممتازه اللي هي مصنوعه باليد. من بعد نكملوا دونك انت هيكل انت هيكل الميكرو نتاعك نبداو نلصقوا بشويه بشويه حتى لين نكملوا الديسان نتاعنا من بعد اذا كملنا الديسان البازل نتاعنا نحطوا الكادر لوح لهنا وناخذوا جبس موجود في الساشي نحطوه في وعاء ونزيدوا عليه الماء ونعملوا العجينه نتاع الجبس ونجي نصبوها بشويه بشويه. باش نشوفوك تصنع. ما ننساوش. باش نشوفوك تصنع. باش نعطيك عندك ما خليتش وقت. دونك نحطوا شويه الفلاس نكملوا نحطوا العجينه نتاعنا. ما فهمتش حاجه. اي. هذيك الشبكه ولا شنو هي؟ الشبكه هذه الفلاس هي مجعوله باش كي نخلطوها بالجبس تولي بلو سوليد يعني تشد اكثر تشد اكثر باش تقعد لنا برشا. ومن بعد عندنا الخيط هذايا ما ننساوش باش نحطوا الخيط من تالي باش نوريكم يعني النتيجه من بعد هي هكا. اش قلت لك انا كنت شويه من التقنيه ظهر لي زايد وانت نسيت الخيط هذايا ما قلتليش عليه. ها هو الخيط يعني دونك نحط الخيط لهنا باش من بعد علاش تقول لي الخيط؟ الخيط من بعد باش نجم يعلق به التابلو نتاعو. بالضبط اللي هما نلقاهم اللي هما موجودين هوني عندك في النماذج هذايا من بعد نجم يصنعوهم. تابلو هو هذايا من بعد لا تزربوا قاعدين في المراحل خرجوا لي التابلو ساعه من الجبس دونك هذا الجبس من هنا التابلو نحيو التابلو هكا يعني نحيو الايماج التصويره اللي حطيناها الاولى التصويره اللي حطيناها الاولى اللي حطيناها من لوطه هاي وحطينا عليها يعني المكعبات نتاعنا باش عملنا تصويره اها لا نوريو الكاميرا الكاميرا اللي وراك هي اللي قاعده تاخذ فيك تشوف اللي فما شويه جبس خرجت هذه راهي التقنيه القديمه يعني احنا حبينا نخليو نفس التقنيه اللي كانوا يستعملوها من عهد الرومان يعني 2000 سنه التالي وتعلموها صغارنا من بعد تقعد شويه الجبس هذيك ناخذوا الشيفونه هذه بشويه الماء ونبداو ننظفوها اها باش نتحصلوا في الاخر بكل على الديسان في النسخه الديسان في النسخه هذه دوروا خو فاطمه باش تفهم شويه فهمتها الحاجه اللي باهيه اللي هو يعلم الصغار كيفاش هوني هكا تصويره العصفور زاد وهذه هي تصويره العصفور عندنا اربع موديلات ثم العصفور ثم الفيل والنواره والحوته صحيح حاجه مزيانه بالحق يعني تخرج الصغار من عالم الفيرتويل وكله وتخليهم في عالم واقعي هو الحاجه خليني نقول له زياد اللي هي حاجه باهيه يظهر انت خذيت برشا عصافر بحجره واحده مش عصافر لانه من جهه نحافظوا على موروث اللي هو اونكري يعني ومرسخ في الحضاره التونسيه وثقافتنا القديمه من جهه اللي نربيه مهارات الصغيرات ويتحكموا في الاعصاب نتاعهم في الكونسنتراسيون من جهه اخرى هو بازل لكن بمواد طبيعيه ما تاثرش يظهر لي على حتى البشره نتاعهم على المشاكل وهكا يظهر لي صغيرات ينجم
ينجموا يستمتعوا ويصنعوا لنا دي بلاتا يعني دي تابلو اللي نجم يكونوا يزينوا الدار يزينوا الغرفه. هو يحس اللي هو عمل النموذج مش شريه هذا، لانه اذا اللي سهل باش نشريهم حاضرين هذم، لكن الاصعب وقت نحن نحسوا اللي احنا صنعناهم. ومن جهه عرفنا على الاقل التقنيه هذيك كيفاش كانت تصير في الماضي البعيد وكيفاش تصير في تونس. والحاجه باهيه هيكل اللي هو يعني ينجم يكون كادو نتاع عيد ميلاد نتاع الصغير، خير ما توا احنا قاعدين نهديو لهم في سيوفه ولا نهديو لهم في اسلحه ولا حاجه، يعني في عوض ننميو لهم احنا الملكات نتاعهم الفكريه وكل، بالعكس نعلموهم في حاجات خايبه. انا ثاني باش نخليك زياد مع فاطمه ولبنى ونتحقق بعائلتي في امان. في الانتظار احنا نكملوا مع زياد معناتها اللي تابلو بالحق يعطيك الصحه حلوين برشا، خاصه معناتها ترجع اللمسه نتاع الفسيفساء المزيانه اللي نعرفوها في الديار، ما عادش توا كل شيء مودرن ولا ومشكله فاطمه اللي هي صنعتنا يعني، والصنعه خديناها من 2000 سنه التالي، وعندنا برشا ديزارتيزون اللي عندهم الملكه هذيا اللي هم يخرجوا حاجات مزيانه، وغراس الكيت هذايا ليزارتيزون هذم ينجموا يقعدوا يخدموا في الميدان هذا ونجموا ناخذوا شباب اخرين. وعلاش اخترت المشروع هذايا؟ انت باعت الشاب، علاش اخترت المشروع هذايا؟ انا جاي من الشابه، والشابه عندنا يعني برشا فسيفساء وعندنا برشا صناعيه في الفسيفساء، وحبيت يعني نساهم في بالمشروع هذايا باش الناس هذيك تقعد في الصنعه نتاعها، اما لازم التسويق يكون في تونس ويكون البرة. يعني انا حبيت بالشركه نتاعي يعني نمشي البرة يعني خارج حدود تونس ونبيع، وخلقت البرودوي هذا باش نمشيو بيه ان شاء الله في العالم. هل يقتصر على دي تابلو صغار والا معناتها تخدم على ديمونسيون اكبر؟ نخدموا على ديكوفري اكبر توا للناس اللي اكبر في العمر زاده اللي يحب يعدي وقت زاده، والحاجه الباهيه زاده يعني فاطمه اللي نجم البو والام يعدي وقت مع صغيره جراس الكفرية ذي اللي احنا توا لي بارون نشوفهم عاش يعديو برشا وقت مع صغارهم. هو الحاجه الباهية انه تنجم تصنع المنتوج هذايا بيديك وتعلق وتستعمله تابلو في دارك، وهكاك تقول لصغيرك هكا انت صنعته وحدك. معناتها التجربه اليدويه فاطمه كما تعرف اللي هي ما تتنساش، يعني اي حاجه نعملوها بيدينا حتى احنا صغار ما نقعدوا نتفكروها في حياتنا الكل. الناس اللي تحب الجبس وتحب الخدمه بيديها ما عليها كان تاخذ معناتها بالحق اشياء كيما هذه تنجم تكون ممتعه. نشاط متكامل يعني. شكرا لك، يعطيك الصحه زياد على حضور معنا. احنا باش نمشيو نواصلوا مع هيكل في عائلتي في امان، نتحطوا في موضوع اسرع. مرحبا بكم في عائلتي في امان، اليوم الفقره اللي تعودتوا عليها، لكن نرجعوا يا ثاني للاطار معنا. نرحب بضيوف الكرام دكتور محمد رضا عرب والمدرب عزيز بالحاج. سي عزيز مرحبا بكم الناس الكل. كما سبق وحدثنا فقره عائلتي في امان تحط فيها على بعض المشاكل اللي تنجم تصير لا قدر الله، ديما نقولوا لبعض العائلات التونسيه تنجم تصير في بعض المحافل في بعض المناسبات في بعض الفضاءات العامه، اللي باش تحصلوا على مساله اللي هي يظهر لي يعني منها بعض التوانسة ولا بعض الناس اللي شاهدوا في برنامج عائلتي في الدنيا وين ما كانوا. باش نتحدثوا اليوم على مسألة هو مرض يظهر لي تحاكت عليه عديد الأساطير وبرشا ناس ربطوه ببرشا مفردات اللي هي ميتافيزيك، يكون يحكيوا على علاقة بالجن، اللي علاقة بالربما السحر بالشعوذة بغيره. اليوم باش نتحدثوا على مرض الصراع، عافانا وعافيكم الله، والنوبات الصراع اللي تنجم تصيب بعض الأفراد وين ما كانوا، وتنتحدثوا على خصوصية المرض هذايا وبعض المميزات كيفاش نجم نميزوه على بقية الاضطرابات اللي تنجم تصير عند الشخص المصاب بشكل عام. نحب في البداية نركز هذا المسألة هذه عكس ما يعتقدوه برشا ناس، راهو الطب اليوم تطور ما عادش المسألة هذه في يد المشعوذين والسحرة ويقوم الرقية وغيره وعديد المفردات اللي نلقاهم باش ناس ربما تتخطى الأزمة هذه. اليوم الطب تقريبا ولا نجم يسيطر على المسألة ولا ينجم يشخصها مليح وينجم حتى يتجوزها من خلال الأدوية. يظهر لي نحكيه في أكثر تفاصيل مع دكتور رضا. مرحبا بك. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. مرضية اخترنا موضوع اللي هو نوبة الصرع، موجود هو في تونس ويمس كما يمس الولاد الصغار، ينجم يصيب الكهول زادة أو المتقدمين في السن، والأسباب متعددة. نعود نرجع كما قلت انت مقبليك في العشرين سنه الاخرانيين تطور الطب درجه كبيره برشا، ولات عندنا برشا كشوفات تكميليه نسميهم ليزكسبلوراسيون، واهم جهاز نستعملوه للكشف على المرض هذايا هو الالكترو انسيفالوغرام. نجيو للمريض
ونحطوا له كل كاسك في مجموعه من ميجاسات للكورون اللي معناتها النشاط نعرفوا نشاط المخ بالكورون بالتيار الكهربائي ضئيل جدا لكن هو يخدم كي المخ وفما عديد من الميجاسات موجودين في كامل انحاء المخ هذايا من برا في الكاسك وفما جهاز اللي يحلل اكل النشاط الكهربائي للمخ والتو نشوفوا سيكونس فيديو حبيت نوريكم ما معنى نوبة السرع الحقيقية اللي هو فما برشا أشكال سريرية نسميهم احنا اللي فورم كلينيك أكبر حاجة هذه هاو باش نشوفوا لهنا باش نشوفوا هذه في وحدة طبية يعني في مختصة مساحة في مساحة نلاحظوا لهنا العلامات ونلاحظوا على يده على الجانب اليسار النشاط الكهربائي للمخ ريتو تو نحكي لكم بعد شنو هي المراحل كيفاش يوقف الكل ويبس والتخطيط اللي على اليسار يوريك اللي كيف خلايا خلايا المخ كلها قاعده تنشط كلها في نفس الوقت وهذا ما يشكل خطر على حياه المصاب ولذا حبيت نوريكم وان كان هي معناتها صادمه شويه من ناحيه النفسيه بالنسبه للولاد الصغار لازم نعرفوها هذه هو مرض نقول لكم شنو هي الخاصيات ومن بعد نشوفوا على شيره اليسار هاو نشاط المخ بدا يعاود يرجع بشوي بشوي انتهت النوبه ونشاط المخ عاود رجع بالنشاط العادي اوزر كيفاش ولا خطوط بسيطه فيها نشاط صغير يعني سامحني دكتور ندخل أما إذا كان فهمت في التخطيط اللي شفناه على يسار الشاشة يعني إذا تقريبا كل المناطق في المخ اللي هي تعمل بنفس الوتيرة ويصير فيها تشنج هذاك اللي يخلي الشخص يقوم بالحالات هذه اللي هي حالات اضطراب في نحب نعطيك فكرة المرض هذا عنده برشا أشكال سريرية نسميهم احنا اللي فورم كلينيك إيش معناتها الأكبر وأخطر واحدة هي الجرون مال معناتها الانسان يمر بثلاثه مراحل المرحله الاولانيه يكون قاعد ما تعرفش وقتاش تصير له النوبه هذيه ولا عاده يكون الطفل صغير يكون قاعد يطيح في القاعه يفقد الوعي ومن بعد يتشنج الكل العضلات كلها يولي يقوم بالحركات هذه نسميها اختلاجيه لا ارادي ما يتحكمش يفقد الوعي نتاعو يخرج لسانه ويقدم لسانه يتبول يجرح روحه يعني يكذب لسانه كريمو خاطر في بين الحاجات التقلص كيف عضلات الجسم لسان يخرج ويكذب والعضلات نتاع الفكين تتسكر بقوه ينجم يكذب لسانه وينزف من لسانه مش حاجه كبيره لكن ينزف ويتبول العضلات نتاع الجهاز يعني ما عادش يتحكم تقريبا ما عادش المخ يفقد الوعي وما عادش عنده حتى سيطره على العضلات نتاع الجسد يقوم حركات اختلاجيه هي مش حركات منظمه ما تعرفش عليه يعمل هكا يتسكك ومن بعد يبس الكل ويتعوج يقعد تقريبا بين 30 ثانيه حتى دقيقه دقيقتين ومن بعد كله يرتخي ويعدي تقريبا 10 دقائق ولا 15 دقيقه فاقد الوعي يرجع له التنفس لكن كيقوم يقوم راسه يوجع فيه برشا ولا يتذكر النوبه. اذا هذه النوبه نوبه الصرع ليبيليبسي ولا لي كونفولسيون هي تمر بثلاثه مراحل هذوما لو غرون مال هذه تمر بثلاثه مراحل على ذاك نعاود نرجع للكلام برشا عباد اللي يقول لك انا هذا هو قام عمل له الرقيه والاخر عمل له السحر والاخر نحل له السحر والاخر نحل له الجن هي طبيعتها بطبيعتها تمر بثلاثه مراحل وتتنحى بعد دقيقتين يعني من غير تدخل معناتها من غير تدخل حتى لكن احنا فاش نجموا نقدموا الاسعاف في الجرون مال هذه وقت كيف العضلات تتشنج وتتقلص اختلاجات انت قلت يصير تقلص في كافه العضلات بما فيها عضلات التنفسيه وينجم يتسكر عليه التنفس ويصير له وفي نفس الوقت يبدا ينتج في افرازات في حلقه يولي لعاب الى غير ذلك دونك ينجم يسد المجاري التنفسيه العليا بالضبط احنا ندخلوا في الحالات هذم اللي هو سميته الجرومال لو جرومال فما دوتر فورم كلينيك اللي هما لوبتيمال معناتها يكون قاعد من سبب يعمل هكا يده تدور وتبدا تعمل هكا وحده تقعد بعض الثواني وبعد عاود يتنحى وحده هذا سي لوبتيمال فما لابسونس عنده ولاد صغار الطفل يبدا قاعد يرضع ولا قاعد يلعب ومن بعد في قاعد في فرش ومن غير حتى سبب يكون قاعد يعمل هكا عينيه تتقلب يغزر للفوق يقعد تقريبا بعض الثواني فاقد الوعي تكلمه تعمل له ما يجاوبكش بكل بعد يعمل لك ايه عاود يرجع كانه زي ما صار هذا لابسونس كما فما دوتر فورم اللي هو يكون قاعد انسان هكا معناتها بعد على العالم خرج على العالم هذايا كاين وراه في كوره تمشي قدامه وفي الوان معينه الى غير ذلك من اللي وهذا كل يدل على بعض المناطق في المخ
قاعدة تنشط من غير قدرة التحكم فيها، لا يمكن التحكم فيها وفقدت التناسق ما بين بعضها. في الكواليس أنت دكتور تحدثت لي على مسألة اللي لازمنا نفرقه، فرق بين الأشخاص اللي يعانيوا أحيانا من نزيف ولا اللي يصيروا النوبات هذه، أصر مثال توعك آخر مش هي بالضرورة مرض السعال. يعني النجم راهو الحركات هذه اللي تنجم تصير إنسان يفقد فيها الوعي لفترة قصيرة ولا لفترة نجم تقعد بعض الدقائق ولا 10 دقائق، هما برشا أشكال. لكن الجهاز اللي قلت لك هذا الالكترونسيفالوغرام هذا الكشف على النشاط الكهربائي المخ هو اللي يفرق ما بيناته. وفما السكانير او الاي ار ام هي اللي بالنسبه للكهول اللي هي باش نتاكدوا ما فماش مرض في المخ، اللي هي ورم في المخ ينجم يكون سرطان لا قدر في بقعه في احد الاعضاء ويطلع بعض الخلايا السرطانيه في المخ تكون زاد سرطان ثاني معناتها خلايا خبيثه ثانيه، ينجم يكون ابسي دو سيرفو، تنجم تكون انيفريزم اللي هو تشوهات في اوعيه دمويه. يعني اذا موجود هو اللي حدد مش الشعوذة وغيرها. لا 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 تو ولينا معروفين، الدويه ولات معروفه، العلاجات زاد العلاج اللي نجم يصير تقريبا بعد تريتمون تاع 5 سنوات. عاده العلاج هو نافع تو الحمد لله، ولات عندنا برشا انواع على حسب كل نوع الشكل هذا اللي فورم كلينيك، فما ادويه معينه والكلها نافعه والحمد لله. الدويه هذه تنقص من وتيره النوبات، واحد يكون يعمل 3 في الاسبوع يولي واحده، وكل واحده ما عادش يوصل يعمل جرون مال كامله تقعد ربع ساعه تولي الكل في الكل 5 دقائق 30 ثانيه كالنوبه الى غير ذلك. دونك تنقص من الحده نتاعها وتنقص من الوتيره نتاعها هي. واللي كان يعمل العلاج نتاعه من بعد فما تحليل الدم باش نتاكدوا انه المريض يشرب الدويات نتاعه بالكميه المناسبه، بعد 5 سنين فما قاعده عام كان بعد 5 سنين ما صارت حتى نوبه نجم وقتها نقولوا السيد هذا معناتها تخلص. به لا قدر الله نقولوا الحادثه هذه صارت في الفضاء العام، صارت في منزل في غيره، كيفاش يتم التداخل مهما كان عمر المصاب؟ يظهر لي نشوفوا معك جست كلمه صغيره، وانه راهو النوبات هذه تنجم تصير من بين الاسباب، اهم سبب بالنسبه للاولاد الصغار ارتفاع الحاد في درجه الحراره السخانه البروسك. البروسك مثلا يكفي باش يكون عنده اونجين، يكفي باش يكون عنده رينو فرنجيت خذا هواء على المجاري التنفسيه، مثلا واحد ام تهز ولدها للحمام مثلا وخرج من غير ما لفته، من غير ما شرب الماء، من غير ما قعد ربع ساعه حتى نبرد الى غير ذلك، والا تو احنا لاحظوها برشا عند الوالدين يهزوا ولدهم للكريش عمره 6 اشهر يبدا سخون في فرش ويعاود يخرجوه في طنبك الشتاء هذاك، والا كلك انواع نتاع لي برونشيت سورتو فيرال يعطيه سخانه بدرجه كبيره برشا، ينجم الطفل في الليل وهو راقد تطلع له سخانه 40 41، يخدم عليك ريتو العلامات هذيك كيفاش يخدم، خاطر يبدا يعمل في حركات لا اراديه ما يتحكمش في روحه، وتقعد له المرض هذاك ومن بعد يفتنوا به بعد فتره معينه. قد ما يبدا العلاج والطبيب معناتها بدا في العلاج بكري، قد ما عملنا احنا الكشوفات وفهمنا المرض هذا قد ما قدرت الله باش يخرج لاباس. ويقولوا في بعض الحالات وانه حتى العباد رغم اللي رينا الحاله هذه نتاع النوبه، العباد هذوما راهم النفسيه نتاعهم طبيعيه والذكاء نتاعهم عادي، كان مش في بعض الحالات حتى في بعض الحالات يكون خير من عادي، قراي وباهي واخلاقه باهي الى غير ذلك. حاجه واحده لازم العائله تتفهم الابن نتاعها وما تهولش من الحاله، وحتى كان صارت في مكتب ولا صارت في روضه اكل الزملاء نتاعو ولا اصدقائه يحاولوا يرفعوا له من معنوياته، ما يتمنيكوش عليه، يحافظوا عليه. ما هي فما بعض العلامات بعض الاشياء اللي هي النوبه تظهر، مثلا واحد ما شربش دواء في وقته، بالنسبة للكبار كان يتناول مواد كحولية تنجم تعاود ترجع، تنجم تكون واحد ديابيتيك بالانسولين زرق الزريقة وما فطرش الدواء نتاعو ما كلاش الماكلة نتاعو طاح له السكر بدرجة كبيرة برشا يعمل شكل من الأشكال هذه. إذا الأسباب متعددة، لكن في حاجة واحدة كان السيد هذايا أو المريض هذايا ما صارتلوش حاجة ارتطم بالأرض ولا تجرح قدرة الله توفى النوبة هذيك يخرج لاباس. وسيد المدرب باش يعطينا فكرة وقت الإنسان عمل النوبة هذه وكملها كيفاش نتعاملوا مع النوبات الصرا هذه. كما قلنا النوبة تنجم لا قدر الله تصير تصير النوبة لا تختار لا المكان ولا الزمان، دونك ينجم يكون انسان عادي كيما هكا نحكي معاك وفجأة تصيرني النوبة الصرا نتاعي، دونك كما قلنا لا تختار لا المكان لا الزمان. كما شفنا في العرض نتاع الفيديو قبل كل شيء ساعه ما يلزمناش نتاثروا بالحاله ندخلوها كنزمان ما يلزمناش نتاثروا بالحاله نتاع المصاب، خا
خاطر كما كان يحكي الدكتور باش يقع اختلاجات قويه، ثم باش يخدم بطريقه غير عاديه، ثم باش يقع كما نقولوا اعوجاج دي فورماسيون او نيفو دو كور، معناها باش معناها التواء اعوجاج تبدل حتى المظهر العام، تركيب المظهر العام. دونك هوني ما يلزموش يتاثر، وهوني على المصحف ولا المتدخل عدم التاثر بالحاله نتاع المصاب، ثم حمايه المصاب. دونك كما كان يحكي ينجم يكون يقرا في وسط القسم نتاعو، في الروضه، في وسط المجموعه نتاعو، ولا في الجنينه، في الجنينه كما كان يحكي على الكبار، المراه في المطبخ، في الصاله. دونك حمايته من الاصابات الثانويه بالضبط. بالنسبه لنا نحن يعني تقريبا وقت تصير الازمه نحاولوا نبعدوا عليه الحاجات التجهيزات اللي هي مضره، خاطر في التخبط نتاعو ما ينجمش يعرف. ثم كما كان يحكي الدكتور على اهتزاز الراس، اذا كان في المنزل عندنا لي كوسان، عندنا المخده الوساده، هذيك نحطوها تحت الراس باش تمنع اصابات الراس. ثم ابعاد كل ما هي اله حاده، بالاخص المراه في المطبخ تكون تنجم تقوس حتى تقص في اللحم، تستعمل فلسيه معناها تباشر في المطبخ نتاعها في الغاز، وفجاه تشدها نوبه الصرع. معناها اول حاجه هي حمايتها من الاصابات الثانويه. ثاني حاجه هو ترك المصاب يكمل النوبه، يكمل النوبه نتاعه. عدم التدخل، شكون يتدخل يحب يريض، هذه هي المشكله. يعطيك الصحه كما كان يحكي الدكتور، هو باش يقع له تصلب على مستوى العضلات نتاعو، باش يبس كريم على العضلات نتاعو، على الاربطه نتاعو. وقت اللي انسان يتصلب ونجي انا وهو يبدا يخدم، ونجي انا نجم نخلع له كتفه، نجم نقطع له الاربطه نتاعو. دونك هوني عملت له اصابات اخرى. دونك هو الحمايه الاسعاف نتاعو هو عدم التدخل اثناء النوبه الصراع نتاعو. يعني يكفي فقط، خليني على الاقل نلخص شويه. اول حاجه نركزوا، يكون على الاقل نحن نفسيتنا ما تهتزش بالشيء اللي راهو فيه، لازم يعني نكونوا ثابتين، فاهمين شنو قاعدين نعملوا. حركات بالنسبه لنا نوبه وتمر، الدقائق نتاعها باش تكون خفيفه يظهر لي، وباش ما تفوتش ثلاثه دقائق، ثم النوبه كامله ما تتجاوزش 10 15 دقيقه كما حكى الدكتور ويفيق. يعني نبعدوا الاشياء الصلبه والحاده، والحاده كان ثم حاجه تخنق نجم بعد هذه، كان بعد ثم ما ثم اثناء النوبه هو ما قلنا يقع تصلب، وكما صنفها الدكتور معناها ثم اختلاجات ثم تسبب الفك العلوي والسفلي نتاعو ينزل على سنيه كما ينجم يعضل سنه، وينجم كيف كيف يكسر حتى سنيه وهو ما يفيقش. هوني وقت اللي هو تشد النوبه نتاعو، عاده الناس كل تحمل معناها المحرمه كما نقولوا نحن ولا بابي مشوار. دونك نحاول وقت الاختلاج نتاعو نجبد البابي، عندي بابي مشوار نجبدها هكا جوست نثنيها على فتحه الفم نتاعو، ونحط باش ما يجرحش، على الاقل ما يجرحش وما يكسرش سنيه. دونك هو عنده تصلب في العضلات نتاعو. خلينا نمشيو، سامحني نعيطوا الكنزه، كنزه هيجا بحذانا. كنزه بنوته صغرونه هيك متطوع، هي كانت معنا ضيفه. باهي كنزه لطف عليك في الحاله الكل، اما بعجاله خلينا نعملوا على الاقل في قلت لي انت شنو نعملوا بالضبط؟ مثلا لا قدر الله، لطف على بنتي، لطف على كنزه. هي مثال سالت نحميوها، اي ما هي اله حاده او في الاطار من بعدها تجهيز صلب من بعدوه، خاطر في التخبط نتاعها ما نعرفوش شنو، ثم خليوها تتخبط على راحتها كما هي توفى التخبط نتاعها. هو باش يرتخي، هو باش يقوم بالمجهود، هو باش يقود باش يقوم بالمجهود نتاعو نتاع النوبه العضلي نتاعو، سامحني يرتخي. يلزمنا نزرب شويه، يظهر لي الوقت ما عادش يكفينا. باهي نشوفوا كنزه شنو نعملوا لها. هوني كملت التخبط نتاعها، ديريكت نوضع ضمان جانبي نعاودوا نذكروا به. دونك اليد اللي من شيرة المصعف او المتدخل وضع زاويه قائمه، ثم مسك اليد الاخرى وحط الكف نتاعها في الكف نتاعي، ونحطوه على الوجنه نتاعها على خدها، ثم رفع الساق نتاعها، نرفعوها متصلبه هي متصلبه. لا ارخف ارخف روحك، ارخف روحك، يظهر لي سامحني، يظهر لي ثم نقوموا بإدارة هذيك هي الحركه. هذا هو الاسعاف مع رخف الضواغط، هكا نكونوا سامحونا تسريح المجاري التنفسيه، خاطر لا نحاول نذكره هوني نجم يكون هو ياكل في حاجه وقتها. سامحونا ما عادش عندنا برشا وقت، هذه تقريبا في بعض الخطوات اللي هي ورحاب اللي نوريها لكم في عائلتي بامان، حتى موعد اخر من عائلتي بالدنيا بقاك. نشكر لكم، الى اللقاء، وعذرا على غالب الوقت ما كفيناش، نكملوا بقيه الفقره. إلى اللقاء، وبقية يوم إن شاء الله يكون مرح على قناتكم. إلى اللقاء.